bonjour. الوغ غنتسناكم تجمعوا شويه ونبدا ان شاء الله لولاي. الوغ جو بونس غادي نبدا. بوزات 758 بيرسون اللي حاضرين معايا دابا. بونجور بونجور بروفيسور سي محمد. الوغ غتخليك معايا 2 مينوت جوست غادي نهضر مع الناس واحد 1 مينوت ولا 2 مينوت ابري غادي ندوز لعندك. كنتو بزاف ابري لو باساج ديالي في ليميسيون ديال شهرزاد عكرود فاس فاس كنت هضرت على مون اكسبيريونس في لا ديبرسيون. اي ابري جو ريسي بلان دو ميساج من عند الناس اللي كيقولوا لي هضرين على ليكسبيريونس ديالك، اللي كيقولوا لي كيفاش نخرجوا من لا ديبرسيون، كيفاش نديروا لا فيريتي. كما سبق وقلت لكم جو نو سوي با ان بروفيسيونيل، انا ماشي جو نو سوي با كوتش، جو نو سوي با بسيكولوج ني بسيكياتر باش نقدر ننظر عليكم ونبدا نعطيكم الدروس. الوغ سي بور سا قررت زعما اولا جي ديسيدي دو فيغ ابيل بروفيسيونيل، وقررت اليوم بيسكو انا عندي معرفه ببروفيسور سي محمد المنجره، قلت علاش لا ما نستغلوش ويحضر معنا اليوم باش تستافدوا من المعرفه ديالو. هو اللي ميو بلاسي كو موا باش يقدر يعطيكم دي زانفورماسيون. الوغ جو بونس كو لا ديبرسيون كلشي كيعرف حتى هي لا ديبرسيون، بتاتخ كو ماشي اللي حس بها ماشي هو اللي غير كيعرفها، مي كنتمنى حتى شي واحد ما يحس بها، ولكن غير لا ديبرسيون راه هي واحد لو تروبل مونطال اللي كيعطينا كيخلينا نحسوا بدي زيموسيون اللي ما زوينينش، اللي كيخلينا نحسوا بان بروفون تريستيس، اللي كنفقدوا لانتيغي دو فير لي شوز، ما كنبقاش عندنا حتى شي حاجه ما كتبقى تجينا عندها معنى، ما كنبقاوش نقدروا نديروا لي بتي تاش كوتيديان ديالنا ديال تو لي جور، ما كتبقى تجينا حتى شي حاجه عندها، كيولوا على دي تروبل ديال الناس، دي تروبل ديال الماكله، دي تروبل بزاف ديال الحوايج ما كيبقاوش زوينين في حياتنا، وكاينين ديكا اللي كيديباسيو هذا الشيء، لانك تالمون كتسد عليك وكتبقى في لو نوار كو كتقدر تفكر الله يحفظ في لو سويسيد. نتمنى حتى شي واحد ما يوصل لهذا الشيء. كاينين الناس اللي كيفهموا شنو واقع لهم يفون ابيل بروفيسيونيل، كاينين الناس اللي ما تيقدوش، يا اما ما تيقدوش لانه ربما ماديا ما قادينش يمشيو عند يتبعوا مثلا عند طبيب ولا عند ان كوتش، وكاينين الناس اللي ما لقاوش اليد اللي تاخذ بهم وتوصلهم البلاصه اللي غيلقاو فيها دولاد، اللي غيلقاو فيها المساعده، باسكو اي مشكل شاك بروبليم في الحياه عنده سوليسيون، ولا انا ولا اي واحد ما نقدروش نقولوا باللي حنا صافي راه ما بقاوش عندنا المشاكل. نو اون ا توس دي بروبليم، غير هو لا فاسون ديالنا كيفاش غادي نبداو نشوفوا لي شوز، وكيفاش اننا ما نطولوش في لا تريستيس. هذه هي الحاجه اللي انا جو تروف كو تقدر تبدل في الواحد، اما المشاكل حنا سي با انو دو جيري سا. دونك اليوم معايا بروفيسور سي محمد المنجره اللي هو سي ان بروفيسور لا فسيت سبيساليست ان ترانسفورماسيون رابيد او لا اخصائي في التغيير الذاتي السريع، اي تان اكسبير اوسي انترناسيونال اون هيبنوز. بروفيسور مرحبا بك معايا اليوم في اللايف. شكرا مريم، وكنشكرك بزاف حيت كتهضر على واحد لو سوجي كي تري امبورطون في المجتمع ديالنا، والاشياء الايجابيه الناس بحال كيديروا دي زيميسيون بحال هكا باش يقدروا نهضروا على هذه المشاكل. السنين اللي دازت كان الواحد حشومه وكان كيخاف يهضر على لا ديبرسيون. علاش كان كيخاف؟ حيت كيقول مع راسو اللي بديت كنهضر على لا ديبرسيون الناس يقولوا لي واسكت وانت ما كتحمدش الله ومالك هكا وشوف شنو عندك. دونك اليوم كنعرفوا بان لا ديبرسيون حاجه مهمه كخصها تعطى لها القيمه ديالها، كاين حلول ونهضروا على هذه الحلول. اكزاكتومون. بصح انا شحال هادي الناس كانوا كتجينا عيب نهضروا على هادشي، ولا كنقولوا هذاك راه غير معقد، ولا هذاك راه مريض، ولا هذاك راه ما كنفهموش كاع الامراض اللي كيجيونا اللي من الداخل. جوبونس لا طونسيون ولا السكر ولا القلب ولا كاع الامراض اللي كيجيونا من الداخل هما جايين من لا سونتي مونطال ديالنا. الا كانت صحتنا ولا كان كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا خاطرنا ما مرتاحاش، فرا اون بو اتاندر كاع لي مالادي ديال لو موند. اكزاكتومون. ونعطي ان اكزومبل بحال اللي بغيتي، فوق ما كتفكر شي حاجه اللي ماشي ايجابيه، فوق ما كتكون مقلقه معصبه، كاين واحد لا سوبستانس كتسمى لو كورتيزول اللي الذات ديالك كيخلقها. هذيك لا سوبستانس كتكرفس على الذات ديالك. الذات ديالك عندها ورقه وستيلو وكتقيد شوف كتقول لك فوالا اليوم فكرتي هذه القضيه، غدا فكرتي هذه القضيه. والانسان اللي كيبقى يجمع لداخل كيكون جالس حتى كيخرج شي مرض. وكتكون تعرفوا بان الامراض ما كتجيش غير هكا صدفه عند الانسان. الامراض سي لا كونسيكونس ديال الافكار اللي كنفكروا. دونك انا كنقول لكم نعطيكم واحد ليكزومبل. الانسان في النهار تتكون عنده تقريبا واحد 50,000 فكره، كيفكر في هذه كيفكر في هذه كيفكر في هذه. الدماغ ديالو دائما خدام. المشكله حيت اليوم اللي وقعنا فيه هو 70 و 80% ديال داك الافكار اللي عنده لي بونسي اللي عنده نيجاتيف. كيخصني نخلص تريطا كيخصني نمشي للماركه. هذاك الشيء علاش كنقولوا بروفيسور كو لي زيموسيون نيجاتيف اون طوندونس ا سي ريبوندر دون لو كور كوم اون بومب. ابسوليومون ابسوليومون. ولو كور ديالك عنده ورقه وستيلو كيقيد اكزاكتومون. وحنا بحال حنا اللي بغينا نهضروا على يعني غنهضروا بلا لوا داتراكسيون، كنهضروا ان الدماغ ديالنا او عقلنا الباطن هو بحال اون فريكونس كتصيفط لها واحد الذبذبات كتلقى وكتعطيه لونيفير بوغ افوار سكون داكشي اللي حنا كنطلبوا داك ولا داكشي اللي حنا باغين تماما. وهذا هو الغلط اللي الانسان كيدير، تيحسبوا بان ملي كيفكر شي حاجه داك الفكره داك لا بونسي داك ليدي كتبقى شاده عليها في الدماغ. نو سولمون داك ليدي كتدخل للذات وكتكومونيكا مع الذات كلها، ولكن كتخرج من الدماغ ديالك وكتمشي للونيفير كتمشي للمجتمع وكتدير انتراكسيون. وهذا هو لو برينسيپ ديال لا لوا دو لاتراكسيون. دونك الانسان شوف انت تحس براسك بدون فاصون ولا دون نوتر كتقول علاش الناس كاملين كينفروا مني ولا علاش الناس كاملين كيبعدوا مني ولا علاش غيان نوفا علاش شي حاجه ما كتصدق. الوغ كلشي في الراس. ملي كتقول انا باغ اكزومبل حنا كنقولوا عندنا واحد ليكسبرسيون كنقولوها في المجتمع ديالنا بزاف ديال انا ما عندي زهر. كنقولوا انا ما عندي زهر. دونك انت ملي كتبقى تقول في الراس ديالك انا ما عندي زهر ساش ولا سوا سيغ انه راه غادي تبقى تلقى غير الحوايج اللي كيبينوا لك بلي انت راك ما عندك زهر. الوغ اللي كنديروا حنا في المجتمع ديالنا هو كنستعملوا هذه الجمله انا ما عندي زهر. سي با فري. وقعوا اشياء، بعض الاشياء كيوقعوا باش نتعلم ونستافد من شي حاجه. دونك كندير لوسون بعد نوبات شي حاجه كتوقع، ومن بعد ملي كدوز سنين كتقول والله العظيم الا الحمد لله هذه داك القضيه وقعت. كتلاقي بشي واحد سا با مارشي لا ريلاسيون، ومن بعد كيدوز الوقت كنجبر شي واحد ما حسن. الحاجه الثانيه شحال نوبه كنتخبعوا مورا العين، هذه وقعت لي عينوني. كتردوا البال كيفاش كنهضروا. بحال دابا ملي كنقولوا الكاس تهرس، غدرني النعاس، مشى عليا الطوب، مشى عليا التران، فوالا مشى عليا التران، التران اللي مشى عليا مي سي با موا كي افيف اون غوتار. اكزاكتومون. دونك كيس كيفي ما كنبقاوش نتحملوا المسؤوليه في حياتنا. اي كيس كي سباس كنعطيو الكونترول الاشياء وحده اخرى، ومن بعد اون سو تروف ستريسي اونغواسي. الوغ لا ديبرسيون دو شوز اللي كتكون تعقلوا عليها. اولا اللي كيجعل لا ديبرسيون توقع، سي بور سا انا كنقول ما كتجيكش لا ديبرسيون، انت اللي كتعمل لا ديبرسيون، انت اللي كتعمل الاكتئاب. كيفاش كدير الاكتئاب؟ بالافكار ديالك بالاعمال ديالك. اسمح لي غير بروفيسور غير باش نوضحوا الناس، باسكو كاين اللي غايقول لك كيفاش انا غادي نديجاجي واحد ليموسيون اللي هي بوزيتيف باغ اكزومبل وانا زعما سي بلو فور كو نو انا كنكون راه عندي شي مشكل راه وي جو سي زعما غير اللي بغيت نقول باللي راه اون بو با اتر اوغو. وحنا مثلا ماتلينا شي حد قريب ولا حنا فقدنا ما نجحناش ولا فقدنا شي العمل ديالنا ولا بيان سور كون بو با اتر اوغو مي يعني ما غاديش نكون انا فرحان وانا واقع لي هذا الشيء كامل. مي بيان سور غير هو ما خصناش نطولوا في لا تريستيس اون دو سافوار جيري لي شوز. سي سا بروفيسور. تري بيان تري بيان. الوغ هذا هو قلتي واحد الحاجه، كاين الفرق ما بين لا دولور ولا سوفرونس. وقعت لك شي حاجه ضراتك المده ديال ذاك الوقت اللي ناتوريل اللي تيفيدون انك تحس بالحزن معلوم، ولكن سا دوا اتر اون كورت دوري. لا سوفرونس هو الانسان اللي كيبقى في ذاك الالم اون لونغ دوري، كيبقى يتمسكن على راسو انا ما عندي زهر، انا العين، انا ماشي بوجهي، انا ما كنسواش. دونك وقعت لك شي حاجه اللي ما مزياناش في حياتك غابيدمون تو دوا تورني لا باج. دونك حنا ما كنقولوش بحال دابا الله يحفظ الانسان وقعت له شي حاجه في حياته، شي واحد من الوالدين مات ولا شي حاجه، معلوم كاين واحد الوقت اللي كيخصو كيكون الحزن وكيكون لا دولور، ولكن داك لا دولور الانسان يدوا اتر كابابل دو تورني لا باج اي باسي ا اوت شوز. الوغ ولو دونجي ديال لا ديبرسيون هو الانسان اللي كيعمل لا ديبرسيون باش الناس يعز عليهم، باش الناس ما يطالبوش منه بزاف، تيقولوا لا هذا مسكين خليه ميك عليه، هذا راه كيدير لا ديبرسيون. دونك بزاف ديال الناس كيستعملوا لا ديبرسيون بحال واحد السلاح pour se protéger et ce n'est pas une bonne chose. Exactement. غادي نمشي معاك لواحد لو بوين و ابري غادي نبداو ناخذوا لي كيسيون ديال الناس ونجاوبوا عليهم غير باسكو فان لي بروبليم دو لا في ولا الصعوبات اللي كيواجهونا في حياتنا كاينين دوبي ليتيرنيتي، كاينين دوبي توجور. مي دابا دارت واحد الحاجه اللي خلقات لا بانيك في الناس، في المجتمع، في الناس كاملين، اللي هو هذا الشيء اللي واقع دابا ديال لو فيروس ديال لو كوفيد 19 وديال لو كونفينمون ولا لا بور ديال من الريكونفينمون. الناس كيقول لك حنا خايفين على لي بروجي ديالنا، خايفين على ولادنا، خايفين افيك تو سكي سباس دابا ميم افيك لي زونفون، ما بقيناش عارفين كيفاش نقروا ولادنا. ما الناس ما بقاوش تايقين في القرارات ديال الحكومه، ما تايقينش في ريوسهم، ما خايفين على ولادهم، خايفين على رزقهم، خايفين على بزاف ديال الحوايج. كنت سمعتك قلتي في واحد لا فيديو ديالك كبروفيسور vous voulez des garanties on n'a pas, vous voulez des certitudes il y en a pas et il faut apprendre à vivre le moment présent. Voilà. Alors ce que je veux rajouter à ça, le Covid c'est un accélérateur. بحال الميكرووند كانت الدنيا ماشيه بواحد الكيفيه d'une façon, le Covid جا il a accéléré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que الناس اليوم فهموا واحد القضيه vous ne pouvez pas contrôler. الحاجه الوحيده اللي يمكن لك تحكم فيها avec garantie هما الافكار ديالك. اما باش انا نبغي لي غارونتي بان هذا الانسان يبقى معايا، هذا الانسان يتهلا فيا، الخدمه غتبقى لي، الفلوس غيبقاو، الصحه غيبقاو. دونك اللي كيجعل اليوم لا ديبرسيون والانكسيتي اللي كتكثر في المجتمع ديالنا، كنعرف بان كاين الضغط، كاين اليوم كيخص الامكانيات، القرايه ديال الدراري، الصحه، العائله، كلشي. جو سي كي بوكو دو بوزوان، ولكن ما نزيدوش نصعبوا على راسنا ونديروا الضغط على ديالنا. دونك الانسان دائما عايش في واحد الضغط مستمر ديال كيخصني هذا كيربح اليوم، كيخلص الشهر، عاوتاني كيدوز مول الكريدي هذا البنكه. دونك فهمنا بان بهذا الكوفيد اي واحد كانت عنده ذاك الفكره بان il peut contrôler les choses impossible. داكوغ تري بيان. الفكره ديالك جو بونس واضحه استاذ. غير غادي نمشي دابا كنقلب باش نشوف اون كيسيون. عافاكم حاولوا تعطيوني اون كيسيون لي كلير واللي باينه باش نقدر نطرحها للبروفيسور ويجاوب عليها. دونك كنقلب على الكيسيون. وحده قالت لك لو كوفيد خلعنا، وي هادشي اللي يهضر عليه دابا البروفيسور. اي فكره تخيلتيها وصاحبها شعور عالي ومرتفع كتحقق جوستومون. الوغ انا غادي نجاوب، غادي ناخذ دي كيسيون باسكو مالوغوزمون هنا ما كنلقاش. فالناس كيصيفطوا كيديروا بزاف لي كومونتير ما يبوز با الكيسيون اللي هما باينين اللي نقدروا نجاوبوا عليهم. جيسبيغ كو يبداو يوصلوني دي كيسيون قادي اللي نقدر نجاوب عليهم. مي كان عندي في لابواط دو ريسيبسيون الناس اللي صيفطوا لي دي كيسيون اللي غادي نسول دابا البروفيسور باش يقدر يجاوب عليهم كليرمون. الوغ عندي هنايا واحد السيده كتقول comment avoir reprendre confiance en soi et comment gagner la confiance de son mari. D'accord. قبيله قلتي الانسان عنده لي بونسي نيجاتيف كيفاش داك لا طوندونس يقلبها و يغبرون لو كونترول دو سا في. كاين اون سوليسيون تري سامبل سي لا غراتيتود، الحمد. اليوم لي بلو غران اكسبير دون الموند تيقول لك سي فو فولي ريبروند لو كونترول ديال حياتك il faut que tu fonctionnes en mode gratitude. بحال اللي خديتي التليفون ديالك فعاود ما يكون en mode attente، كتسنى الاخرين كيخصو يديروك، كتقلب لا طوندونس، كتبدل البروغرام في حياتك بحال التليفون et tu fonctionnes en mode gratitude. الحمد. Qu'est-ce que ça veut dire؟ كتبدا النهار كله تشوف الاشياء اللي عندك ايجابيه في حياتك. كل واحد فينا فين ما كان، شكون ما كان، عنده دائما اشياء ايجابيه، او مينيموم عنده الصحه، او مينيموم عنده ناس اللي كيعتنيوا به. دونك ملي كتحط راسك في ذاك الوضعيه ديال لا غراتيتود، الحمد، كتقدر ذاك الساعه جبر راسك واحد لا بوزيسيون، واحد ليطا اللي يمكن لك تواجه المشاكل. ولكن انا ما يمكنليش عندي مشاكل كيخصني نجبر لهم الحل ديالهم، وجالس كنضرب راسي وكنتكرفس على راسي وكنشارجي نيجاتيفمون الذات ديالي والدماغ ديالي، donc je ne peux pas. Donc le plus important, la leçon numéro 1, fonctionner en mode gratitude, insan يعطي الأهمية القناعة والحمد في حياته. نعم وحنا الحمد لله حنا مسلمين دونك فلو كوتي سبيريتوال راه حاضر عندنا وبلا ما كنحسوا حنا دائما يعني في الكلام ديالنا كتقول راه يعني ربي كيقول لك انا عند حسن ظني عبدي بي يعني الا انا كنت كنتاكد كي جو سوي فريمون كرويون وعارف باللي ربي معايا ما خاصنيش نخاف. حنا غادي ناخذوا من هذا لو كوتي باسكو حنايا مسلمين دونك غنهضروا لا غادي نهضروا بحال هكا ربي معايا دونك مناش غادي نخاف. هو اللي خلقنا وهو اللي كيرزقنا وهو اللي كيعطينا وهو اللي كيحل لنا المشاكل هو اللي في الوقت هو اللي كيدخل في الوقت المناسب كون تشوفو كيدخل دونك الى غير كنا غير هكا غير تبعنا غير الهضره ديال جدودنا وهضره الناس القدام كيفاش كيهضروا كتلقى الهضره ديالهم كلها عامره بلا غراتيتود. هو ما فاهمش بان راه ايلي اون تران دو براتيكي لا غراتيتود ولكن بلا ما كيحس راه اي براتيك سا. ولكن attends حاجه واحده الله يجازيك بخير جو veux éclaircir la gratitude ça veut pas dire الانسان ما يدير والو ويجلس ويتكا. la gratitude ça veut dire اليوم كنحترف بالاشياء الايجابيه اللي عندي كنقول شكرا الحمد لله على اللي عندي ولكن جو سوي امبيسيو باش غدا ان شاء الله نعمل ما احسن. ما كيخصوش الانسان يتخبع مورا لا غراتيتود ويقول مع راسو صافي نقولوا الحمد وما نديروا والو. نو الحمد سي لو مومون بريزون اليوم كيخص يكون عندك الحمد لا غراتيتود اليوم باش تجبر الجهد باش تواجه غدا وغدا خاصك دير ما احسن. اوكي دونك كاينه هنا كاتلينا قالت لك هل هناك علاج لتغيير المزاج فجأة زونغ لي تروبل لي تروبل ديمور سي سا وي وي لي تروبل ديمور اللي كنخدمو مع لا بيرسون كنخدمو لا كونسونطراسيون كنخدمو لي كومبورتمون وكنخدمو الاشياء اللي كتجعل داك لا بيرسون علاش كتغير شنو هي الحاجه اللي بحال اللي قلتي كتنغزها كتضرها. اي سي بور سا كو هنا ناخذ واحد لا بارونتيز كنعرف بان بزاف الناس وانا كنشوفهم في الخدمه ديالي سنين مشاو عند بعض الناس وكيعطيولهم الادويه. الادويه خاصني نكون صريح بان الادويه عندها بلاصتها دو ولا تخوا سيركونستانس. الانسان الله يحفظ اللي كياخذ المخدرات وعنده واحد لا سيتوياسيون صعيبه المعالجه بالادويه عندها بلاصتها. الانسان اللي كيبقى يدخل ويخرج في الهضره وما كيبقاش يعرف شكون هو حتى في هذه البلاصه الادويه عندها الاهميه ديالها. والحاجه الثالثه هو الانسان كي دوفيان فيولون ما كيبقاش يتحكم في نفسه وتيمكن له يضر راسو ويضر الاخرين. هادو هما ثلاثه ديال لي سيتوياسيون اللي الادويه عندها بلاصتها. ولكن خرج من هاد الثلاثه ديال لي كومبورتمون انسان اللي نورمال وعنده مشاكل الادويه راه ما غاديش تعاونو. اللي كيخصو يفهم بان المشكله ماشي في الدماغ المشكله في الاشياء اللي كيدير في المجتمع ديالو. Exactement. عندي une autre question هنايا واحد كيقول لك c'est quoi la différence entre la dépression et l'angoisse. La dépression c'est الانسان اللي بحال اللي قلتي كيرجع للور وما كيبغيش يتعامل مع الاخرين وكيبدا يعمر راسو بواحد الافكار كيخرج من المجتمع بحال اللي كيرجع للور فوالا. لونغواس هو الانسان اللي دائما عنده الخوف على حاجه كتوقع يمكن لا توقع بحال اللي قلتي عنده واحد ليماجيناسيون دائما كيتخايل اشياء هذه يمكن لا توقع وهذه يمكن لا توقع. علاش كتبدا هاد لونغواس حيت الانسان ما كراش يتحكم في كل شيء ولكن ما يمكنناش نتحكموا في شنو غيوقع غدا وشنو يديروا الاخرين. الحاجه الوحيده اللي يمكننا نتحكموا فيها هما الافكار ديالنا. اوكي عندي هنايا مدام ياسمينه كتقول لك peut-on vraiment guérir d'une dépression. Ma fille est suivie et prend un traitement depuis 6 mois. Certes, elle va beaucoup mieux, mais je sens qu'il y a toujours des troubles de comportement. Comme j'ai dit tout à l'heure, si la personne n'a pas de problème de la violence, n'a pas de problème avec les drogues, ou qu'elle travaille normal, يمكن نقولوا هكا, les médicaments راه ما ينفعوهاش. انا عندي جات عندي واحد السيده هذه واحد شهر من بعد 7 سنين وهي كتاخذ لي زونتي ديبريسور شافت نقول لك واحد 7 ديال الناس سبيسياليزي من بعد شهر ما بقاتش كتاخذ لي ميديكامون. علاش؟ حيت خدمت معاها المشكله اللي كانت كضرها خاصنا نمشيو للسبب. الانسان بحال دابا اللي مشات له الخدمه ديالو، الانسان اللي في واحد العلاقه الزوجيه اللي ماشي على خاطره، الانسان اللي ما كيعملش المهنه اللي باغي يدير، الانسان خاصنا نمشيو لي فغي بروبليم. ملي كتدخل لو فغي بروبليم د لا بيرسون، لا بيرسون كتبرى. ولكن ما يمكنليش انا عندي مشكله وكنغطيها بالدواء، الدواء يريحني واحد الوقيت يبرد عليا، ولكن مني انفيق من لي في ديال الدواء انجبر المشكله مازال كتسناني وباينه معايا. عندي هنا صفاء كتقول لي comment je peux reprendre ma vie sans antidépresseur après une prise de 4 ans. Il faut alors justement من الاشياء اللي يمكن لك دير، اول حاجه لا غراتيتود هضرنا عليها، ثانيا الرياضه. كتكون تعرفوا بان 45 دقيقه ديال الرياضه هي المقابل ديال 2 كاشي دونتي ديبريسور. الرياضه الرياضه الرياضه، الانسان يتحرك، يعمل، تعملها في الدار، عملها في الزنقه، عملها اللي بغيتي، ولكن الرياضه يلفو بوشي. الحاجه الثالثه يلفو سونتوري دو جون بوزيتيف. ما يمكنليش انا نبقى مع ناس اللي كيهبطوا بيا وكيحتقروني. دونك سا سي تري امبورطون. الماكله الانسان كيخسر رد البال، ماشي قوت السكر سي با بون، ما كناكلوش مزيان. لو سومي الانسان ينعس مزيان، اي سا سي تري امبورطون. دونك هذه من الاشياء اللي كتعرف. وسورتو من الناحيه ديال المهنه افوار كيك شوز كي تو باسون. والحاجه الاخرى كي تري امبورطون اللي كتمشي مع الحمد، هو الانسان كيخصو يتعلم يعمل اشياء للاخرين، نعاونوا الاخرين، نساعدوا الاخرين. سكون فوز ايت با بيان، كون فوز ايت با بيان، اعملوا شي حاجه للاخرين. من بعد نوبات الصدقه، نعيط لشي واحد اللي عندي مريض في العائله، نعطي لراسي، نحس براسي بان كنفع وكنساعد الاخرين. دونك ملي كنكومونس ادوبتي هاد لي زاتيتود، لا غراتيتود، نساعد الاخرين، ندير الرياضه، يكونوا الناس اللي دايرين بيا ناس ايجابيين، سودانمون كنخرج من هاد لا ديبرسيون وكنقدر نرجع للحياه. نسرين كتقول كنعاني من الوسواس القهري هادي 2 عام وانا معذبه. الوسواس سي تو سامبلومون الانسان اللي كيبغي يتحكم شنو يوقع غدا، ما كاينش لي غارونتي. عمل المجهود ديالك وتعلم تفوكاليزا. الانسان اش كيدير؟ كيتفوكاليزا على الاشياء اللي ما عندوش، على الاشياء اللي كيخاف منها، فعوض ما يتفوكاليزا على الاشياء الايجابيه واللي عندها القيمه واللي كتفرح ذاك الانسان في الحياه ديالو. فو شونجي لو فوكس. اوكي. وحده هنا كتقول لي كومون فير بوغ اتر ايمي. il faut commencer par s'aimer soi-même. اكزاكتومون. انا كان عندي جواب ولكن كنت كنتسنى منك. الوغ نخليك يلاه عبر علينا، تعبر احسن مني. بس لا باسكو بصح حنا ما يمكنش تطلب من الناس يبغيوك الا انت ما كنتيش كتبغي راسك، وما يمكنش نتسنى دو لامور من لي زوتر الوغ كو انا ما قادرش نبغي راسي. اي بي كما كنت كسبق وكنقول هي ماشي انانيه، مي كنقولوا بابا انا وبعدي الطوفان ابري موا لو ديلوج. علاش؟ باسكو الا انا ما كنتش مزيان ولا انا ما كنتش مرتاح ولا انا جو نو سوي با ساتيسفي، راه ما يمكنليش نعطي. فاقد الشيء لا يعطيه. ما نقدرش انا نرجع واحد الاسره ديالي ولا الناس ولا صحابي ولا نعطيه في الخدمه ديالي ولا نعطيه في اي حاجه الا ما كنتش انا مرتاح وما كنتش انا كنبغي راسي. دونك اليوم غادي نتسنى انا الناس يعطفوا عليا ولا يبغيوني ولا يعطيوني شي حاجه، نخدم انا على راسي ونحاول نبغي راسي كيف ما انا. وانا متاكده بلي النهار اللي غادي نبغي راسي كلشي الناس غادي هذيك الساعه بلا ما غنحس غنلقى لونيفير كامل كيخدم باش الناس يبغيوني. Exactement. Hit le plus important, comme on dit en anglais, I am enough. Ana kan soa, je suis à la hauteur, je suis capable, je suis quelqu'un de bien. شكيوقع الناس كيبقاو كيقولوا بان كيرسط الاخرين يقولوا لي بانني كان سوا، كيرسط الاخرين يقولوا لي بان انا مزيان، كيرسط الاخرين يقولوا لي بان انا كنستحق. Et le plus grand problème هما الناس مع الوقت ذاك انا كيستحق ما كتبقاش. نعطيكم ان اكزومبل. بزاف د العيالات كيتزوجوا كيعطيو الجهد ديالهم الراجل، كيعطيو الجهد ديالهم الدراري، كيعطيو الجهد ديالهم العائله، الناس كيدوز الوقت، سنين كدوز، كينساو يتهلاو في راسهم. كل ما كيتهلاوش في راسهم كل ما داك ليستيم دو سوا ولا كونفيونس اون سوا كطيح. كيفيقوا واحد النهار وتيقولوا تسنى انا ما كنسواش، شنو هي هاد الحياه. سي بوغ سا انا كنقول للانسان، كنعطي ان اكزومبل تري سامبل، كنقول لهم شوف عندكم 8 سوايع كتنعسوها وكاين 16 ساعه في النهار، هذيك 16 ساعه على الاقل كل نهار خذ واحد نص ساعه، غير نص ساعه جمعها في الاسبوع، كتجيك واحد 4 ولا 5 السوايع في الاسبوع اللي ديالكم. كونوا انانيين، خذوا 4 ولا 5 السوايع، الانسان يمشي للحمام، يمشي للمساج، يشوف الاصدقاء، يدير رياضه، يلعب، يقرا، باش الانسان خاصو يتعلم يتهلا في راسو ويتهلا في نفسه. حنا كنقولوا لا انت اناني، نو، كخصني نعطي بحال دابا انا كخصني نعطي لمراتي وكخصني نعطي لولادي وكخصني نعطي للوالده وكخصني نعطي للعائله، ولكن كخصني نعطي شويه لنفسي. واللي الانسان كيبدا ينسى راسو جوستومون مع المده فاسيلمون كيهبط في لا ديبرسيون، كيفيق واحد النهار وما يمكنلكش تكذب على راسك، كتنسى راسك كتنسى راسك كتنسى راسك، كتفيق واحد النهار والذات ديالك كتقول لك تسنى راه هذه سنين ما بقيتي كتهضر فيا. Très bien. معايا هنا بوتينا كتقول لي comment on peut vivre avec la dépression à l'âge de l'adolescence. ما كاين فرق ما بين l'adolescence ou les autres âges, c'est tout simplement il faut comprendre شنو هما les besoins ديالك. Et quand je travaille avec les enfants, parce que je travaille avec beaucoup les enfants, كنخدم معاهم باش هما يرجعوا الثقة في نفسهم. الانسان اللي عنده الثقة في نفسه كيعمل اشياء ايجابية. C'est pour ça que النصيحة اللي نعطي لي parents, deux choses اللي خاصكم ديروا مع الاطفال ديالكم. Numéro 1, il faut leur donner de l'amour, الحنان، l'affection, l'attention. La deuxième des choses خاصكم تعلموهم باش تكون عندهم ثقة في نفسهم باش يتكلفوا براسهم. L'autonomie. Tu es capable، انت كتستحق، انت كتعرف، انت كدير الحاجة إيجابية، انت ممكن، انت عندك لي كومبيتونس. كل ما كتخدم له هذا كتشارجي داك الباتري ديالو دلا كونفيونس وكيقدر يزيد. الانسان اللي كتبقى عليه بالضغط، انت ما كتسواش، انت ما كتقراش مزيان. وحاجه ثالثه بغيت نزيدها حيت كنهضروا على لي زونفون، اخطر حاجه اسمح لي هما الوالدين اللي كيعطيو لي كونديسيون الحنان والحب. اللي قريتي مزيان غتكون عندي عزيز، اللي تغليتي فيا غتكون مزيان، اللي تسخرتي. مالوغوزمون بزاف كيديروا اخطاء في الطريقه وكيربيو ولادهم بهذه الطريقه ديال دائما كيعيشوهم في كونديسيون با د كونديسيون. خاص الطفل يفهم، قرا ولا ما قراش، دار الدروس ولا ما دارش الدروس، نعس في الوقت ولا ما نعس في الوقت، الاب والام يحبوه، يعطيو له الحنان ويتهلاو فيه. ومنين الدري كيطلع هكا كيكون على خاطره، اللي يحس بان لي كونديسيون كاينين تما تبداو المشاكل. دونك لا ديبرسيون انا كنشوفها في الخدمه ديالي سي ان سيمبتوم. لا ديبرسيون بحال الحاجه اللي كتجي اخر حاجه، خاصك تفهم شنو هي الحاجه اللي موراها اللي كتخلق داك لا ديبرسيون. Très bien. Alors, معايا هنا ما بيناش لي سميه كيقول لك comment éviter les gens négatifs au travail, s'il vous plaît, ça nous bouffe notre énergie. Les gens négatifs كاينين autour de vous. كاين بعض الناس نيجاتيف، او هذه من الاشياء اللي كنقول انا لي بيرسون توكسيك. خاصك تنقي، خاصك دير الميناج في حياتك. كاين بعض الناس لي بيرسون كي نوز امبويزون ليكزيستونس. Voilà. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que on est la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. خود 5 من الناس اللي كتعيش معاهم اكثر، دير المعدل ديالهم، هذوك هما الناس اللي كيأثروا عليك اكثر، الافكار ديالهم. داك 5 الناس كتلبس بحالهم، كتهضر معاهم بحالهم، كتفكر بحالهم. دونك رد البال الناس اللي دايرين بيك، افيك كي تو بارطاج بوكو. دونك كنعرف بان في الحياه ممكن شي واحد قريب لك اللي تري توكسيك بوغ توا، هذاك ما يمكن لك دير، بعد نوبه تيكون الوالد، بعد نوبه الوالده، بعد نوبه خاك، بعد نوبه شي واحد. ولكن في الخدمه ممكن تعرف بان اللي انسان ضرك حيت انت عطيتيه لوتوريزاسيون. pour que l'on vous fasse du mal il faut que tu donnes la permission. باش انا هاد لا بيرسون ضري في الخدمه ça veut dire que انا كنعطي القيمه لداك السيد ولا داك السيده، شنو كتقول، شنو كتعبر عليا. بغات تقول شي حاجه الله يعاونها، بغات تفكر شي حاجه الله يعاونها. et c'est pour ça que ملي tu développes داك l'habitude ديال اللي بغا يقول شي حاجه الله يعاونو سي با ان بروبليم. حنا كنخلطوا كيحسبنا بان مني شي واحد كيفكر علينا شي حاجه عنده الحق. بزاف د الناس ما يعتبروكش، بزاف د الناس ما يقدروكش، بزاف د الناس ما متفقين معاكش. دونك il faut pas vouloir plaire à tout le monde. انا كنقولها حنا كنبغيو، بغيت نكون مزيان مع هذا ومع هذا ومع هذا، الا كاين شي ناس ما كاسكش تكون معاهم مزيان، ما كيستحقوش الظرافات ديالك، وكاين شي ناس كيستحقوا. Très bien. هنا معنا سناء كتقول un conseil pour la dépression et l'anxiété après l'accouchement. C'est ce qu'on appelle, je pense, le baby blues. Exactement. Alors, après l'accouchement, c'est une période très difficile pour la femme. اولا الذات ديالها كلها تغيرات. ثانيا داك لو كوتي فيمينين اتيرونس ما كيبقاش بواحد المده، نقلت النعاس، الحياه تغيرات، المسؤوليه اللي تزادت، سي با ايفيدون. احسن حاجه هو الانسان اولا الراحه لو بلوس بوسيبل، جو سي كو سي با ايفيدون، و لو بلوتو يمكن لها تبدا يمكن لها تبدا الرياضه ديالها وتتحرك. شتي يمكن لها تبقى في الدار، تبقى ماشيه ماشيه في الدار، تتحرك، راه ليكزيرسيس الدم كيتحرك، راه عباد الله تحركوا تحركوا تحركوا. انا ملي كان الكوفيد جالس في الدار مع مدام كنطلقوا لي فيديو ديال يوتيوب كنديروا الرياضه في بيت النعاس، كنتحركوا. الانسان يتحرك يتمشى، كل ما كتحركوا كل ما الدم كيتحرك، كل ما الدم كيتحرك كل ما الاكسجين كيخرج، كل ما الاكسجين كيخرج كل ما الانسان ما كيتعصبش، حيت ما يمكنلكش تعصب. كون تو ريسبير نورمالمون تو نو بو با تعصب، ملي كتعصب الانسان ما كيبقاش يتحكم في الاكسجين ديالو. معايا هنا جيهان كتقول لك comment on peut se comporter avec son ex-mari qui est sous traitement d'antidépresseur après une séparation d'une année. الانسان يتعامل معاك بحال جميع لي ديفورس، يحاول يبقى واحد لا ريلاسيون ايجابيه باش كاين الدراري بيناتهم اللي عليك تو لو في، ولكن يا با دو كولبابيليتي. معلومات كتوقع الانسان كيطلق من شي واحد والاخر كتجي لا ديبرسيون، دونك ما يمكنلكش تحكم وما يمكنلكش تكون عندك مسؤوليه. المهم الواحد يكون ديسبونيبل يقدر يساعد اللي عليك ديرو. بالضبط. هنايا كاين واحد قال لك comment vivre avec un passé douloureux. Alors justement مع الهيبنوز، هضرتي مع الهيبنوز، شنو الهيبنوز؟ عندك اللاوعي لو سوبكونسيون داكشي اللي في الدماغ لداخل، وعندك لو كونسيون بحال دابا حنا كنهضروا. الوغ كتكون عندك شي حاجه في الدماغ ديالك في الديسكو دور، دونك ملي كنديروا ليبنوز كنرجعوا لذاك الدماغ اللي اللور وكنشوفوا الحاجه اللي كتضر. بحال اللي قلتي شي كتاب مفتوح كاين فيه واحد الصفحه مكتوبه شي حاجه اللي كتضر، دونك مع ليبنوز كنشدوا داك الكتاب باش الانسان كيقدر يدوز للامام وينسى داك لابارتي. فوالا بحال اللي قلتي لا شارج ايموسيونيل، حيت عندنا الافكار عندنا اشياء وقعنا كتكون واحد لا شارج ايموسيونيل اللي كتضر، بحال اللي قلتي كنقلوا من القيمه ديالها. تري بيان. معايا صابر فدوى كتقول comment réagir devant les gens qui te dégradent à chaque fois, comment à chaque moment et qui sont très et qui sont plus proches, ce sont les plus proches. ما نبقاش نهضر معاهم في الاشياء اللي عندهم قيمه في حياتي. اللي كيخص هو الانسان يرد البال مع شكون كيهضر ومع شكون يبارطاج لي شوز انتيم اي لي شوز بيرسونيل اي كيون د لامبورطونس. انا بحال دابا اللي كان عندي شي واحد قريب لي في العائله ديالي اللي كنحس فوق ما كنهضر معاه كيهبطني وكيطيح بالقيمه ديالي، ما نبقاش نشارك معاه. فوالا. الوغ سي جو بو نبعد عليه ونشوتو ما عمرني ما نعاود نشوف كمارتو مرحبا به، ولكن من بعد النوبات اللي كان قريب ونشوفو لاباس اخبارك الساعه لاباس بارك حبس. معايا ايمان اللي كتسول واحد لا كيسيون اللي كي كومام انتريسونت. مريم عافاك سولي كيفاش نتعامل مع المنحرف النرجسي. المنحرف النرجسي سيتادير لو بيرفير نارسيسيك. هاد لو مو بيرفير نارسيسيست الناس رجعوا كيستعملوه. اي واحد بيرفير نارسيسيست، بيرفير نارسيسيست هو انسان اللي اناني ايغويست كي ردوا البال اللي هذا الانسان يمكن لك تبعد منه بعد منه سي تو. راه كاين شي ناس ما كيخصناش نخلطوهم، راه كيجرونا. انا دائما كنقولها في الحياه عندك الناس اللي يطلعوا بيك يبغوا فيغ دو توا اون ميور بيرسون، وعندك الناس اللي يهبطوا بيك. هذوك الناس اللي كيهبطوا بيك بعد منهم سي تو. الادمان العاطفي هذه جاتني لا كيسيون دو فوا. التخلص من الادمان العاطفي لا فيغيتي ما فهمتش كيفاش الادمان العاطفي. ما يمكن دكتور ولا بروفيسور انت تعرف سيتادير الانسان اللي ضرك، الانسان اللي ضرك باش تنساه. كيخص دائما كنرجعوا ملي كنخدم انا مع الناس باش يغبرين كونفيونس اون لو، باش الانسان يعرف. غادي نقطعك استاذ. واش الادمان العاطفي سيتادير كو واحد لا بيرسون ميم سي il me fait du mal انا جو كونتينيو ا ليمي؟ نو هذا هو المعنى؟ لا لا شوف اللي ما عرف القيمه ديالك. لا واش هذا هو المعنى من السؤال باسكو انا لا كيسيون ما فهمتهاش. قالت لك كيفاش نتخلص من الادمان العاطفي. واش الادمان العاطفي المعنى ديالو هو يعني انا كيفاش واحد لا بيرسون انا كنبغيها واخا ما كتعاملش معايا مزيان؟ هذه هي لا كيسيون. لا اللي ما كانتش كتعامل مزيان. السؤال هو علاش كتبقى معاها؟ ما كتقول لك ادمان عاطفي عفيت سي كو ما عرفتش انا الصراحه ما فهمتش شنو هي الادمان العاطفي انا هكا جو بونس كو هذه هي اللي هذه فهمتها هكا. الو حاجه اللي بغيت نهضر عليها كي تري امبورطونط، الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير، لا فيولونس زيرو توليرونس. كيجيو عندي بزاف ديال العيالات عاشوا سنين مع رجال اللي كانوا كيضربوهم، سا زيرو توليرونس. تكون مع شي واحد يضربك النوبه الاولى النوبه الثانيه يفو اريتي باسكو سي تري تري دونجرو. اش كيوقع؟ الانسان كيتعود على داك لو كومبورتمون تيقول لا وهاد النوبه مسكين عنده مشاكل في الخدمه وهاد النوبه عنده هذا، وكيبقى داك الانسان كيجبر السبه. علاش؟ لاخر تكرفس عليه. لا فيولونس زيرو توليرونس. اكزاكتومون. انا دائما كنقول ان الواحد يقدر يتنازل في بزاف ديال الحوايج، ولكن ملي كتوصل للعنف والضرب، ولا ماشي غير الضرب، راه بارفوا ما كاينش غير الضرب باليد، مي بارفوا كاين الضرب بالهضره بلو نون ريسبي. ملي كنوصلوا لنون ريسبي وكنوليو فواحد لو نيفو اللي كتولي كتقلل عليا الاحترام وكنقلل عليك الاحترام، لا يفو اريتي بيان سور، باسكو من بعد كيوقع راه الانسان كيمرض كيدخل داك الفقصه، وكان كما قلتي لو كور ديالك الله يحفظ كيوقعوا شي امراض خطيره. كيف اتخلص من الخوف بعد حادث سير مميت اللي تسبب في وفاه امي؟ الوغ سلمى كتقول بان الام ديالها دارت ان اكسيدون مورتيل وتوفات وهي باقا كتعيش في الخوف. وي هذا كيتسمى لو سيندروم بوست تروماتيك. افيك ليبنوز كنقدروا نعالجوا سو جور دو كومبورتمون، حيت الله يحفظ اللي كيوقع في هذا لو جور دو كومبورتمون. الانسان تيقول لك علاش انا عشت وهي ماتت، صافي تري مال مي سا سترافاي، سا سابيل لو سيندروم بوست تروماتيك. تري بيان. معايا بشرى كتقول راجلي عنيد ما كرهنيش معاه الافكار، ما كتمشيش معاه الافكار، وانا عصبيه بهاد التصرفات، والو كيدير اللي بغا هو فقط. فبغات تقول بلي عندها سون ماري كي تيتو وما كي ما كايناش انا ما فهمتش وما كايناش الكومونيكاسيون، دونك كيبغي يدير داكشي اللي في راسو. الوغ كنعرف بان في الجواج كاين لي او لي با، غير اللي كان عندك شي واحد بحال اللي قلتي لي سينيو روج، بحال دابا قلنا لا فيولونس، قدا الانسان اللي كيطيح بيك اللي ما كيعطيكش القيمه اللي كيضرك، هادو يفو با اكسبتي. ولكن هاد لي كومبورتمون هكا دون لو كادر دو مون ترافاي جو لو في، كاين دي تيرابي دو كوبل اللي كيجعلوا الانسان يتعلم يهضر مع الاخر. بحال دابا الراجل كاين شي اشياء اجيب الله بان ماشي مهمين، ولكن مهمين عند مراته، كيما مراته ما عندها حتى هي اشياء ايجابيه مهمه عند راجلها اللي راجلها ما كيديرش. دونك انا اللي كنصح في هاد لي كومبورتمون سي دو فير دو لا تيرابي دو كوبل، سيتادير كاين اختصاصيين اللي كتمشي لعندهم اللي كيساعدوك باش الانسان كيتعلم كيفاش يهضر وكيفاش يتناقش مع الاخر. هذا الشيء ما علموناش في المدرسه. في المدرسه ما كاينش دروس المدرسه. سي با نورمال كو اليوم في التعليم ديالنا il n'y a pas d'éducation sexuelle, il n'y a pas d'éducation familiale. ما كنعلموناش كيفاش نتعاملوا في لي ريلاسيون. الواحد كيمشي كيتلح في الحياه هكا، واللي خطير دابا هو كنخليو ولادنا يشوفوا كل شيء في انترنت. ملي كيبغيو يتعلموا شي حاجه كيخليو الانترنت يعلمهم. سي بور سا كنا كنقول للوالدين بغيتيو انتيسيبي المشاكل باش ما يوقعوش، هضروا مع ولادكم على لو سيكس، شنو هما لي ريلاسيون، كومون يفو سكومبورتي. ما كاينش الواحد يحشم باسكو ما كايناش بصح، حنا ما عندناش لا كومونيكاسيون مع الوليدات ديالنا، ما كنحشموا، ما كايناش تربيه جنسيه، ما كاينش مع ولادنا كنجلسوا معاهم ونفهموهم ونعلموهم، نقول لهم فوالا كومون سا دوا اتر، وما نخليهمش حيت اللي حنا ما عطينا لهمش الافكار. انترنت يعطي لهم الافكار، وكنعرفوا كنا بان داكشي اللي كيشوفوا في انترنت راه خطير. الله يحفظ. انا عندي مشكل ما كنعرفش نتعايش مع الناس، كيجيب لي الله راني ما مقبولاش عند الناس بمره. فوالا كيفاش ندير؟ هذا من اخطر الاشياء اللي كنشوف بزاف في الخدمه ديالي، لا بور دو روجي. بنادم عنده هذه في الدم، كيخاف بان الاخرين ما يبغيوهش، والاخرين نقدر نقول بهذه الكيفيه يجريو عليه. انا الناس ما باغينيش، انا الناس ما كيقبلونيش. هذه هي من الاشياء اللي كنخدم باش الانسان ترجع له الثقه. الانسان اللي كيخاف من الاخرين انا ما يقبلونيش كيدير، كيبقى حياته كلها كيعيش كيعطي الاخرين كيدير الاخرين كيتمنى الاخرين ما يجريوش عليه. سي اون بو دير سا كي نو لو ريجيت با الوغ كو سي با فري. بيرسون نو بو فو ريجيتي. نتوما في هاد لا بلانيت كل واحد عنده بلاصتو، كل واحد عنده قيمته، اللي بغاك مرحبا به، اللي ما بغاكش الله يعاونه. ولكن ما يمكنلكش تقول انسان ما بغاكش صافي انا حياتي ما مزياناش، انا اوموريجات، انا ما كنسواش. نو ماشي حيت ما بغاونيش الناس كو انا ما مزياناش بيتيتر كو لو بروبليم عندهم هما ما عنديش انا. الوغ نقدر نتعلم، نقدر نكون نتسنى في هذه العلاقه كومون جو مي سي كومبورتي، شنو يمكن لي نتعلم، شنو يمكن لي نستافد. ولكن لا كونفيونس ان سوا وليستيم دو سوا وانا اش كنسوا سي با نيغوسيابل. دائما خاصنا نقولوا مع راسنا نجحت ولا ما نجحتش، عندي شي واحد في حياتي ولا ما عنديش شي واحد في حياتي، عندي الفلوس ولا ما عنديش الفلوس، عندي خدمه مزيانه ولا ما عنديش خدمه مزيانه، انا كنسوى. ما يمكنليش نقول مني يكون عندي شي واحد صافي دير كو عندي القيمه، مني الربح صافي دير كو عندي القيمه. نو خاصني دائما نقول مع راسي انا عندي القيمه. بون كاين شي اشياء كتمشى وكاين شي اشياء ما كتمشى، ولكن لا علاقه بالقيمه اللي دائما عندك نفسك ودائما كتبقى لداخل. تري بيان. هنا كانت واحد لا كيسيون اللي جاتني بليزيور فوا اللي كيقول لك كيفاش نتعامل مع التنمر. سيتادير التنمر هو ملي تيضحك عليك شي واحد ولا كيستهزئ بيك ولا كيعيب لك على شكلك، كيعيب لك على شي حاجه اللي هي ماشي شي حاجه اللي انت اختاريتيها. ما اختاريتيش انك تكون قصير، ولا اختاريتي انك تكون بليد، ولا اختاريتي انك ومالوغوزمون حنا بزاف الناس فعندنا مجتمع اللي كيمارس التنمر بزاف، وبزاف ديال الناس كيعانيو من التنمر، لان حنا ما تربيناش في الصغر ديالنا. بزاف الناس ما ترباوش في الصغر ديالهم على انك تحترم لا بيرسون بوغ سكيلي، ماشي بوغ كيفاش هي دايره، باسكو حنا لو فيزيك ديالنا ما كنتحكموش فيه، ني في كبير ولا راسي كبير ولا انا قصير ولا انا غليظ ولا انا يا ترو ماكر، ماشي انا اللي كنختار راسي كيفاش بغيت نكون. دونك حنا غير في ليكول، انا كنشوف غير لي زونفون في ليكول كيجي شحال من مره كيجي وليد صغير كيجي عند الماما كيبكي باسكو ضحكوا عليه، باسكو ما عندوش ما يبرونونس با بيان، ولا باسكو غلط في القسم، ولا باسكو هو غليظ شويه عليهم، زايد عليهم في لو بوا ولا هذا. كتلقى دائما لي زونفون ما ربوهمش، طاف ما كنهضرش على كلشي، مي كاين اللي ربوا والديهم ما ربوهمش انهم يحترموا الناس كيف ما هما. سي بور سا كو كنرجع على الانسان كيخصو يخدم ثقه في النفس. اللي كان انا عندي ثقه في نفسي، بغى شي واحد يقول شي حاجه الله يعاونوه، بغى يسبني الله يعاونوه، اي حاجه بغى يقول. كل ما جو ديفلوب ثقه في نفسي، وهذا لو رول ديال لي بارون يديفلوب ثقه في النفس ديال الدراري ديالهم، داك الساعه ملي كيخرجوا للحياه ملي شي واحد كيقول لهم شي حاجه تيقولوا تري بيان. دونك انا ما كيخصنيش كلشي كنعرف. بوغ لي زونفون سي تري ديفيسيل، ولكن لو بلوز امبورطون الانسان يخدم داك الثقه في نفسه. عقمناها قبيله، يتهلا في راسو، يسونتور دو جون اللي كيساعدو، اللي كيفهمو، اللي كيطلعو، اللي كيقدرو به. وكل ما خدمتي داك لا كونفيونس اون سوا اللي عندك لداخل، كل ما المجتمع اللي بغى يقول شي حاجه الله يعاونو. اوكي الوغ معايا ساره كتقول انا كنبغي نعس وكنبقى نفكر بزاف، والاغلبيه ديال الافكار سلبيه. مو جيمغي بيان سافوار شنو كتقول كتبغي نتنعس. اللي كانت مني كتنعس كتفكر اشياء سلبيه. لو دونجي سي واش كتنعس بحال دابا 10 12 ساعه في النهار، داك الساعه الانسان بحال اللي كنقولوا كل ما كينعس بزاف كل ما كيتكلخ. كنرجعوا لاكتيفيتي فيزيك. احسن حاجه اللي نقدر نقول لها نقص شويه من النعاس. الانسان اللي ينعس 6 7 السوايع ماكسيموم 8 السوايع الله يجعل البركه، راه ماشي عاد نعس 14 ساعه ترتاح اكثر. دونك كنرجع عاوتاني ليكزيرسيس، الرياضه. حنا معمولين ككرياتور اللي تخلقات في هاد لا بلانيت نتحركوا بزاف. كلشي كنعملوه بالتيليكوموند، وكلشي كنديروه جالس، لاسونسور، لا تيليكوموند، لي اسكالي الكتريك اكسيتيرا. دونك خصنا نتحركوا. كل ما تحركنا كل ما كنرجع داك الجهد ملي كيرجع كترجع الثقه في النفس. تري بيان. معايا الهام ولا ايهام ما عرفتش سميها، مي كتقول سلام مريم، ما جو سوي سوبر فان ديالك، ميرسي toujours متبعك. j'ai eu un accident et je suis devenue handicap. Ça fait 2 ans ما كنبغيش نخرج من الدار. Tu as un handicap هذا بغيت نقول لك الله يشافيك. ولو فات كو تي دوفوني اندي بعدا هذا المو لو مو هانديكاب انا ما كاينش و لا في نو ساريت با لا ما غاديش الحياه ما غاديش توقف هنا. ربي كياخذ منا شي حوايج وكيعطينا شي حوايج اخرين. حاولي تاخذي دوك الحوايج الاخرين اللي عندك انت وما عندكش واحد اخر وخدميهم. وجون سوي سيغ ان بزاف ديال الناس اللي كيقولوا كيما كيسموهم اونتر بارونتيز عندهم دي زونتيكاب لي زونتيكاب كيكونوا كيقدروا تكون فيهم واحد لا فورس انتيريور اللي كيقدروا يخرجوا منهم شي حوايج اللي ما كتلقاهمش عند دي بيرسون اللي هما ما عندهم اللي عاديين. والهانديكاب من بعد النوبات كيخرج عند الانسان الحر، كيخرج شي اشياء اللي كتجعلك تزيد للقدام. يا بوكو دو جون هانديكابي في التاريخ اللي داروا اشياء مهمه. انا كان عندي واحد ملي كنت كنقرا في امريكا كان واحد كيقرا معنا اللي يديه صغار، كان عنده واحد لا مالادي كل يد فيها تقريبا واحد 10 سنتيم، دونك عنده اليد الاولى هنا واليد الثانيه هنا، وكيجي للمدرسه وكيضحك وكيكعكع. اي الوغ كل واحد فينا ربي عطاه شي حاجه. دونك لو بلوز امبورطون هو تشوف شنو هما الاشياء اللي كي تو باسيون، شنو هي المهنه اللي بغيتي دير. يا بوكو دو شوز ا فير. Donc, c'est pas parce que tu es différent ou l'insan qui reçoit كل واحد فينا il est différent على الاخرين. كنعرف بان المجتمع ديالنا ما كيشجعش شي حوايج، ولكن نقدر نقول لك يا بوكو دو جون افيك لانديكاب كي في دي شوز اكستراوردينير. دونك ما تحسش براسك بان كاين شي ضعف. باغ كونط قول انا بالامكانيات ديالي شنو هما الافكار اللي يمكن لي نستعمل، شنو هما لي زومبيسيون اللي يمكن ندير، وكيفاش خاصني نمشي للقدام. وكاينين بعض الناس اللي عندهم لانديكاب في دماغهم. الهانديكاب ماشي هذاك هو المشكل الكبير ملي تكون عندك الهانديكاب في دماغك. ما كنهضرش على الناس اللي طبعا تخلقوا مراد ولا، ما كاينين الناس اللي بكثرت ما هما خبات، ما هما خايبين، هذوك هما اللي كنسميوهم دي زانديكابي. مي طونك انت قادر انك تنتج وقادر تعطي وقادر عطيك ربي يعني القدره على مثلا على انك تتعلم ولا انك تتعلم حرفه ولا صنعه ولا خدمه ولا تعاون. غير ما تحقرش راسك، ما انت تقدر تكون مقطوع اليد ولا رجل ولا ما كتشوفش ولا ما كتسمعش ولا، ولكن انت واحد النهار تقدر تكون تعود بالنفع على شي حد. انت تقدر تعاون واحد لا بيرسون اللي هي اونتر بارونتيز كامله، باسكو الكمال لله سبحانه وتعالى. نعطيك اكزومبل واحد السيده اللي معروفه اللي دارت لاسوسياسيون نور في الدار البيضاء ديال لي زانديكابي، سميتو مدام العراقي الله يجازيها بخير. كانت سافرت لاميريك دو سود مع راجلها، وقع لها اكسيدون، رجعت هانديكابي. ملي دخلت للمغرب ما بقاتش كتبكي على راسها، ما بقاتش كتمسكن على راسها. قالت سنة بغيت ندير واحد الجمعيه، بغيت نساعد الناس بحالي. حلت واحد لو سونتر سميتو سونتر نور في لاسورتي الدار البيضاء قدام بوسكوره، وكتعاون عاونت مئات ديال الناس. هذيك السيده عندها واحد الاجر الله يجازيها بخير، وعطات واحد المعنى، الا دوني ان سونس للحاجه اللي وقعت لها في الحياه. elle est très heureuse، elle est épanouie، elle a eu des enfants، عايشه مزيان، دونك الحياه راه زايده للقدام. كنشوفوا بزاف لي كا بروفيسور ديال دي جون اللي كانوا هما عندهم مشاكل نفسيه وكانوا قدروا يتغلبوا عليها. اي باغ لا سويت هما او ميم ils sont devenus des coachs، داروا دي فورماسيون، ils sont devenus des coachs. alors ils ont et la formation اي ليكسبيريونس، باسكو هما عاشوا. باسكو ماشي الواحد اللي عاش لا شوز ماشي هي الواحد اللي اوكي بيان سور القرايه مهمه والواحد انه هذا ما نقدروش نناقشوا فيه. مي ملي كتكون عايش واحد الحاجه جو بونسو كتكون عندك القدره انك تعاون واحد اخر اكثر. الوغ سي بور سا علاش قبيله قلت لكم لو فوكس اللي كتختار ما كيخصكش ملي شي حاجه توقع لك في الحياه تقول علاش وقعت لي هذه الحاجه. موفيز كيستيون. مني توقع لك شي حاجه في الحياه تقول كيفاش يمكن لي نخرج احسن من بعد هاد الحاجه اللي وقعت. انا جيو ان اكسيدون، واحد النهار قاطع الشونطي، جا واحد الموطور رجليا لا بلونط دي بيي داز عليا الموطور، قسم لي رجل على جوج. درت الحديد بوندون واحد 6 موا، جلست في الدار مع كندير رياضه بزاف. مشيت شفت لي ميدسان قالوا لي تو فا جامي مارشي نورمالمون، تو فا جامي فيغ طون سبور. بقيت كنخدم جي ريبري لو سبور، وواعدت نفسي ندير الرياضه احسن من بعد كقبل. دونك دائما ملي توقع لك شي حاجه اللي ماشي سهله في حياتك ما تقولش علاش وقعت لي هذه الكارثه، قول كيفاش يمكن لي نخرج احسن من بعد هذه القضيه اللي وقعت. كومون دوفونيغ ميور. وملي كتعيش حياتك كومون دوفونيغ ميور كومون ديفونيغ ميور كومون ديفونيغ ميور حياتك ماشي وكتحسن. اما فوق ما توقع لك شي حاجه كتمسكن على راسك، ايوا انا ما عندي زهر، ايوا علاش وقعت لي، ايوا علاش حاجه حاجه. الله يجازيكم بخير، ما عمركم ما تقارنوا نفسكم مع الاخرين. انا عندي باكور سبيسيال ديالي، انا عندي لا دي ان ديالي، مريم عندها الباكور ديالو، كل واحد فيكم اللي كيشوفنا اليوم عنده الباكور. ما يمكنليش نقارن نفسي مع الاخرين، يمكن لي نستافد من ليكسبيريونس ديال الاخرين، يمكن لي نتعلم من الاخرين، ولكن لو باكور ديالي لي ديالي. تري بيان. معايا زهره كتقول لي جي ان بروبليم جاريف با ا دير نو، اللي طلب مني ان تروك كنديرو واخا على حساب راحتي. Voilà. Alors, les gens qui ont tendance à daïmen يقولوا oui 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 les ما كيقدروش يقولوا لا، c'est des gens اللي كيظنوا ما عندهمش الثقه في النفس، l'estime de soi، وكيظنوا خاصهم يعملوا الاخرين باش الاخرين يقولوا لهم راه tu es quelqu'un de bien. Non, tu dois apprendre à dire non لبعض الاشياء باش تقول oui الاشياء اللي مهمه في حياتك. Alors انا دائما فاش كنبغي الناس كنفكر في حوايج خايبين اللي كيوقعوا لي وكنبقى نبكي غير بوحدي وما كنقدرش نعاود المشاكل ديالي حتى شي حد. alors ce que je fais dans ces cas là القوات اللي ما بقيتش كنثق. voilà ce que je fais dans ces cas là هو كنخدم مع الناس باش قبل ما ينعسوا كاين دي زيكزارسيس يمكن لك دير باش كتري ماخ ديالك. كاين ليغو، هذاك الليغو اللي جامي ساتيسفي، خاصك دير هكا، خاصك تعمل هذا، خاصك تشري هذا، خاصك تخلص هذا. كتعلم تنافس داك الليغو ديالك و تو كوابيت مع داك الليغو ديالك. دونك هاد الناس كومسا كنعلمهم كيفاش يديروا شي لا ميديتاسيون، كنخدم معاهم لي بلوس باش كيعلموا يريحوا نفسهم ويبردوا على راسهم. Et je vous dis aux gens, sur mon Instagram, sur Facebook, sur YouTube, il y a plein de vidéos, il y a plein de conseils. واللي يحتاجوا شي نصيحه زعما بكل فرح يتصلوا بيا، كنجاوب دائما على لي كيسيون ديالهم بكل فرح. ونبغي مريم ان شاء الله اون فوا سي تو فو قبيله هضرتي على ان سوجي كي تري امبورطون هو لا لوا دو لاتراكسيون. اي جو سي كو سي كيلكو شوز كي امبورطون بور توا. اكزاكتومون. كون تو فودرا اون ان بارل سي تري تري امبورطون. ولا لوا دو لاتراكسيون كتعاونك باش تتعلم تفكر اشياء ايجابيه. كل ما فكرتي ايجابي اجبد لعند الايجابي، ولكن اللي بقينا في السلبي، السلبي شنو هو؟ كنشوفوا اللي ما عندناش، كنشوفوا علاش ما عندناش، وكنشوفوا علاش الاخرين عندهم وانا ما عنديش. اكزاكتومون. غير بوغ لا لوا داتراكسيون كما قلتي نقدروا نديروا ان اوتر لايف، نقدروا نهضروا عليه باسكو سي تري امبورطون. شي حاجه اللي انا بيرسونيلمون عاونتني بزاف، لان اون نيس كون ناتير كما كنقولوا حنا اللي كنجلبوا لينا الحوايج كسوا الزوينين ولا الخايبين. وغير اكزاكتومون غير باش فيت في جو بونس كو هو كيعتمد على 3 يعني 3 بوين اللي هما انك دوموندي او لا تطلب، وباش انك تطلب ديك الحاجه خاصك تحدد ليها واحد ليماج في راسك، ما تكونش مشتاه، يعني كتكون حاط واحد الصوره لهذيك لا شوز اللي انت باغي توصل ليها، محد خاصك تحددها. اي بي ابري كي خاصك كما كنقولوا كنخدموا على المخيله ديالنا، خاصنا نخدموا ليماجيناسيون ديالنا، يعني كت هذيك لا شوز ما خاصكش تبقى تقول لا راه واحد النهار غادي نديرها، باسكو حتى هذوك لي فريكونس اللي كيمشيو للعقل ديالنا كيقول لك باللي وصافي راه كيبقى ديما هو في ديك التسويف، ديما كيأجل راه واحد النهار غادي ندير، غادي توقع. مي ملي خاصك الفو كخوا كو ديك لا شوز اللي انت باغيها ديجا وقعات الي لا نتخيل بانها ديجا عندي في يدي ونتيق. وللمومون اللي انا كنتخيل هذيك الحاجه الفو خاصني نحس بواحد، نحس بليموسيون بوزيتيف، نحس احساس زوين. والحاجه اللي مهمه اللي بغيتك تزيد عليها هو الانسان خاصو يكون مستعد بوغ ريسيفوار هو التلقي، هو التروازيام بوان اللي كنت غنهضر لك عليه. فوالا اكزاكتومون. سيتادير جو كونتينيو، تبارك الله عليك، جو فوا كو فريمون انفيستي بوكو دو طون في هادشي، جو تو فيليسيت. الانسان حيت بزاف الناس تيقول لك انا بغيت داك الحاجه، ولكن كتجبر شي حاجه داخليا اللي كتقول له ما عمرك ما تجيبها، انت امبوسيبل، انت ما كتستحقش، انت ماشي وجهك. دونك اون دوا اون كيلكو سورت دائما نطلبوا الحاجه، نفكروا على داك الحاجه، نيماجينيو داك الحاجه، ونكونوا واجدين باش الحاجه تجي لنا. وحتى لا لو داتراكسيون فات ما مطلوبش منك انت تعرف تسول على كومون. Exactement, c'est comme ça, c'est lui. Je ne sais pas comment, parce qu'une fois, on va être amen, وحنا كما قلت لك قبيله حنا اصلا حنا واحد الناس اللي حنا مسلمين، يعني اللي عندك الثقه ديالك في الله وكنتي مآمن بواحد الحاجه ومتيقها وواثق بانك غادي تقدر توصل ليها، لونيفير كامل كيخدم بوغ كو تو ريسوا هذيك الحاجه. اكزاكتومون اكزاكتومون. دونك فوالا ولا بغيتي بروفيسور ولا كانوا الناس حتى هما كاينه لا دوموند نوتخ لايف ونهضروا على هادشي. ابسوليومون ودوت سوجي اللي كانوا مهمين نقدروا ان شاء الله لي زابوردي ان شاء الله. alors je pense les questions كيتشابهوا تقريبا. بروفيسور انا بغيتك فقط نعطي المعلومه للناس، واش يعني واش عندك ان كابيني ولا كان عندك فين اللي بغى يجي لعندك فين يقدر يجي عندك؟ انا جي مو كابيني ا كازابلانكا، واللي بغى شي واحد يتصل بيا سور انستغرام يمونفوا ان ميل سور لي دي ام، وداك الساعه je l'appellerai, je répondrai aux questions avec le plus grand plaisir bien sûr. Très bien, donc انتم سمعتوا اللي بغى المتابعه عن قرب يتصل بالبروفيسور في لاباج انستغرام ديالو اللي غادي نخليها لكم من بعد، راه خليتها لكم ديجا نعاود نخليها لكم، تقدروا تتصلوا به وتمشيو يعني تمشيو عندو الكابيني ديالو غادي يقدر يعاونكم اكثر، لان كاينين حالات اللي كيحتاجوا يعني يحتاجوا انه يسمعكم اكثر ويبريسيزي شنو عندكم بلو بريسيزامون، يعرف شنو عندكم ووسي حتى سيونس ديبنوز جو بونس كو كيخصهم يكونوا من الاحسن يكونوا عن قرب. مي جو بونس كنتي قلتي لي كديرهم ا ديستانس؟ وي وي اجوردي اون لو في ا ديستانس، جي دي جون كو جاكومبان بحال دابا جي دي جون كو جو سوي او كندا او زيتازوني ا ليترانجي، دي فوا جو لي في ا ديستانس سي بوسيبل. سي فري كو دائما سي بريفيرابل سميتو لو لايف اون بيرسون، ولكن الناس مدن وحده اخرى اللي ما يمكنلهمش يجيو سي بوسيبل ترافاي ا ديستانس مع زوم، يا با بروبليم افيك بليزير. Bonjour Maryem, je suis un grand fan de toi, merci. Et le docteur Manjra, j'ai un problème de l'aide négative. S'il vous plaît, ou là un cancer. Bon, on va ترجمه هادشي اللي كتبتي parce que c'est mal écrit. قال لك bras de l'aide parce que il a toujours des idées négatives. Je pense que جاوب professeur جاوب déjà على هاد la question. انا ما بقيتش كنقدر نثق. اوكي لا كونفيونس، انا جو بونس كو سي اون كيستيون اللي ما جاوبناش عليها، سي كو كيفاش نثقوا في الناس، باسكو كاينين بزاف ديال الناس ما كيقدروش. ما بقيتش كنقدر نثق في الواحد بحكم كنت كنثق في بزاف وتصدمت في هاد الناس، مي المشكل دابا هو كيكون خاصني نثق حيت ماشي كلشي بحال بحال، مي ما كنقدرش، عندي خوف. Voilà. Donc كتهضر على سي كو بارفوا في حياتنا كنتلاقاو بناس اللي كينو ديسوا، اللي ما كيكونوش محل ثقه، اللي كيكذبوا علينا، اللي كيغلطوا فينا، اللي كيخبيو علينا شي حوايج اللي كنتصدموا فيهم. مي هادشي ما كيعنيش بان الناس كلشي سون باغي، وبانني انا حيت واحد لا بيرسون كانت معايا ماشي اونيت ولا كذبات عليك وانا ما غنبقاش نثق في الناس. Alors première des choses et tu l'as très bien dit, il faut pas généraliser. كل واحد عنده البلاصه، نقدر نتلاقى 20 د الناس اللي يضحكوا عليا ولا بيرسون 21 تكون مزيانه، دونك كل واحد نعطيه الفرصه. ثانيا شنو ندير؟ ما عمري ما ننسى جوسكا بروف دو كونترير خاصني نثق. اكزاكتومون، ولكن في الثقه انا لو كونساي اللي كنعطي انسان يدير ايتاب باغ ايتاب، بحال دابا لي جون اللي بحال دابا المراه كانت مصاحبه وداك الشيء ما تمشاش اكسيتيرا، دونك وبحال اللي قلتي هذاك السيد ولا هذاك ما تهلاش فيها كذب عليها خضرها. لا كيستيون سي باش ترجع لك الثقه، نعمل الاشياء بوتيت ايتاب باغ ايتاب، نعطي شويه نشوف ذاك لا بيرسون واش كتستحق الثقه ديالي، نزيد شويه نكمل واش كتستحق الثقه ديالي، نمشي دقه دقه، نمشي جوسكو بو، نمشي حتى للخير باش ابقى انا ما كيكونش عندي ذاك الاحساس ديال كولبابي كنكولبابيليزي راسي، فكنمشي معاك جوسكو بو حتى نهار جوسكا بروف دي كونترير، نهار كتبت لي باللي راه انت ماشي اهل الثقه جو مو روتير جونتيمون. فوالا باسكو اصعب حاجه والحاجه اللي كتضر في الحياه هو الندم، لو غوغري. عمل المجهود ديالك، اللي عرف بالقيمه ديالك مرحبا به، اللي ما عرف القيمه ديالك الله يعاون. اي دونك لي ستاندار ولي زاتونت اللي عندك من الاخرين ما عمرك ما تهبطهم. اش كيوقع؟ انا بزاف الناس كيدخلوا في واحد لا غولاسيون، داك لا غولاسيون ما كتمشاش، كيهبطوا لي ستاندار. ايوا انا غير نقبل على لا، طلعوا لي ستاندار ديالكم، طلبوا لو ماكسيموم واعطيو لو ماكسيموم. ملي كندير طلبوا كنعمل بالاعتناء الاحترام، ما كنهضرش على الاشياء الماديه. ما يمكنلكش تكون مع شي واحد اللي ما كيعرف القيمه ديالك، اللي كيطلع بيك، اللي كيتهلا فيك، اللي كيقدرك، اللي كيهضر معاك، اللي كيتعامل معاك بالادب وبالاحترام. فوالا اي دونك من بعد النوبات في الحياه الانسان كيتصدم، كتعمل المجهود ديالك، القضيه ما كتمشاش، اللي عليك درتيه، مي تو باس اوت شوز. الحياه راه ماشيه. وحتى جبونس بروفيسور ما خصناش نتسناو بزاف من الناس بو كون سوا با ديسو بار لا سويت. كتقول بلي سي جو ريسوا شي حاجه زوينه من عند الناس سي ان كادو، سي ان بونوس، سي ان بونوس، شي حاجه زوينه اللي جات من عند الله. مي سي جو ريسوا با ما نتسناش بزاف الناس يعطيوني، ولا نتسنى الناس يبغيوني، ولا نتسنى الناس هما اللي يديروا لي شي حاجه. الوغ سي بور سا كو هنا هضرتي على اون شوز لا بلوز امبورطونت في لي ريلاسيون. انا كنقولها لي كوبل في لي ريلاسيون، ليغور هما الناس اللي كيدخلوا لا ريلاسيون باش شي واحد اخر يتهلا فيهم. الانسان اللي كيدخل لا ريلاسيون باش يجيب شي حاجه، يجيب الوقت ويجيب لافيكسيون، يجيب لا كوندريس، يجيب لامور، كينجح في لا ريلاسيون. الانسان اللي كيدخل كيقول لك انا ندخل لا ريلاسيون باش الاخر يعطيني، هذوك ماشي صافا با مارشي. اكزاكتومون. معايا ما عرفتش السميه باسكو تيكتبوا شي كيكونوا عندهم داخلين بشي سميات ما كنقدرش نقراو. في كل مره كندخل لاي خدمه كنتخنق وكنبكي وكنسمح في الخدمه وكندخل في اكتئاب. من بعد ما بقيتش قادره نجرب خدمه جديده وكنلوم راسي طول الطون. سي لا كونفيونس ان سوا، كنرجعوا ليستيم دو سوا. لا كونفيونس ان سوا دائما دائما. الانسان اللي عنده الثقه في نفسه، علاش الوغ اش كيجعل الانسان كيفقد داك الثقه في نفسه؟ كيرجعوا دي سوفونير. سي بور سا كلي بلوس كتعاون شي حاجه في الصور اللي راجعه، شي واحد قال له شي حاجه. دونك خصنا نفهمو لا غيزو اللي مورا داك الخوف. والادويه بحال دابا هاد السيده واخا تعيا تاخذ الادويه، الادويه ما تنفعاش حيت كاينه شي حاجه اللي كضرها. الادويه تقدر تنسيها على المشكله، ولكن خصها تواجه. ومن بعد النوبات في الحياه خصنا نواجهوا واحد لي سيتواسيون اللي صعاب. تعيا هاد السيده شي خدمه اللي ما بغاتهاش. هنا غنرجع معاك لواحد لو بوين بروفيسور. حتى كاينين بعض لي ميدسان الله يسمح ليهم، باسكو الناس باقي ما تيفرقوش ما بين بسيكولوج اي بسيكياتر. بارفوا كيكون عندك المشكل، يعني عندك مشكل نفسي ما كيطلبش انك تمشي عند بسيكياتر اللي غادي يعطيك الدواء. وحتى الطبيب اللي كتمشي عنده ربما كيشوف بلي الحاله ديالك ما كتستوجبش انك تاخذ الادويه، وكيعطيك الادويه. انا الادويه كان بكل احترام للناس اللي كيعطيو الادويه، اللي كنبغي نقول هو كاين في لا ديبرسيون نقدر نقول لك 70 80 90% ديال لي كا ديال لا ديبرسيون ما كيخصهاش الادويه. فوالا بغيت غير من هذا المنبر بغيت نعاود واحد ليستواغ عشتها وبقات مأثره فيا بزاف. كنت عيانه واحد شويه وجيت اوسبيتاليزي بوندون دو جور. هادي واحد 6 ans جو بونس، وتلاقيت مع واحد السيده تماك سميتها مونيا. جو مغابيل تري بيان سابلي مونيا. سيتي اون فام في ديبي دو كارونتين. الي واخا كانت عيانه اي تو مي سي اون بيل فام، باين فيها لا فاتيغ والعيا والزمان كما كنقولوا، مي بقاو دوك الحروف كوموندي حروف الزين. اي ما غوسو تما وجات عندي. فا الي تي بحال ان ممبر دو فامي في هذيك لا كلينيك. كانت كتجي عند الناس كاملين، كتعاون الناس كاملين. جات عندي انا بيرسونالمون، بقات شحال هي كتهضر معايا. اي مي دي كومون سا سباس، كتهضر معايا على مونكا، كتقول لي ما تخافيش راه غادي يكون كلشي غادي يكون مزيان. هذيك السيده من بعد عرفت باللي هي كتدخل وكتخرج الكلينيك فولونتيرمون. هي اللي كتمشي لدارها ملي كتحس براسها عيانه كتجي لا كلينيك، باسكو سوفر دو لا سوليتود، لان عايشه بوحدها. الا بيردو سون بير اللي كان قريب ليها بزاف، سا غولاسيون افيك سا مامون ما كانتش مزيانه. سي اون فامي ريش اللي عندهم مشاكل ديال الفلوس اي تو، راك عارف كومون سا سباس هاد لي شوز. هاد السيده ان نافي با بوزوان دو ميديكامون، كانت محتاجه غير شي حد يمشي يخرجها من هذيك الكوكي اللي هي فيها، وغير يسمع لها. وانا كنت عطيت لراسي ان بروميس انني ملي غادي نولي مزيان غادي نرجع لعندها وغنقلب عليها وجوفي لابلي وغنمشي عندها لا كلينيك وغنخرجها من تما، وغنخرج نشرب معها قهوه مره وجوج وثلاثه حتى تولي مزيان. باسكو انا كنت حاسه بلي ما بحتاجاش هي الدواء. تعطلت انا واحد شويه باسكو حتى انا جيتي با بيان. مي ملي مشيت لا كلينيك كنسول عليها كيقولوا لي بلي توفات لا في، وما قدرتش نتيق كيفاش توفات هذيك السيده. انا كنت كنشوفها كتمشى على رجليها، وهي اللي كتمشي عند المرضى، وهي اللي كتهضر مع الناس، كتخرج على برا وكترجع. كيفاش دو جوغ او لوندومان توفات. لحد الان ما عرفتش كيفاش، واش سي سويسيدي، واش داك الدواء ولا ما عاد قالوا لك يعطيوها المورفين ولا ما عرفت الدواء اللي كيعطيوها. اللي قلتي هاد الوحدانيه داروا واحد ليكسبيريونس اون انجلتير، واحد الطبيب خدا دي جون اللي كانت عندهم لا ديبرسيون وبحال اللي قلتي كذب عليهم، قال لهم بان نعطيكم الادويه وما اعطاهم الادويه ما فيهم والو، لي في بلاسيبو. وشنو كان داك اللي جمعوا؟ وهاد الناس كانوا كلهم في الوحدانيه، كاين اللي مريض، كاين اللي مراته مشات، كاين اللي شرف، كاين اللي عايش بوحدو. بدا كيجمعهم، دار لهم امتي جروب، ومن بعد خدا واحد لو جاردان، بداو قالوا لهم فافير دو جارديناج، بداو كيغرسوا، بداو كيخدموا، جاب لهم دروس ديال كومون فيغ لي جاردان، كومون سوكوبي لا بوتانيك اكسيتيرا. واحد الساعه دازت واحد الشهرين ثلاث شهور، نساو لا ديبرسيون، حيت من الاشياء اللي كتعطي لا ديبرسيون علاش كاينه اليوم في المجتمع ديالنا الناس بوحدهم. فاليوم بان اليوم كاين واحد المرض كيتسمى لا سوليتود، راه كاين الاطباء في الانجليز كاين على الاقل مليون ديال الناس كيو ايتي دياغنوستيسيك لا سوليتود. شنو هي لا سوليتود؟ هو الانسان يقدر يبقى شهر وما يهضر مع حتى واحد، جالس في الدار، ملي كيبغي شي حاجه كيصيفط عليها، يقدر يدخل للسوبر مارشي يشري الماكله، حتى واحد ما يهضر معاه، حتى واحد ما يسولو، حتى واحد ما يقول له كي بقيتي. اي دونك من الاشياء اللي انا كنقول ملي تشوفوا شي واحد في هذه في قضيه لا ديبرسيون ما تخليوش يشد على راسو، ما تخليوش ينعس. حنا اكثر حاجه يمكن لك دير لشي واحد عنده لا ديبرسيون هو خليه يرتاح، خليه ينعس. هادشي اللي بغيت نقول بان بزاف ديال الناس حنا بعدا كنظن حنا كمجتمع مغربي بعدا الناس كيهضروا مع عندنا ديك اون اغيف انا نمشيو نهضروا مع ان اترونجي ما كنعرفوش، تقدر شويه داك الفضول ديال حتى ما هضرش معاك باغاموك ولا حيت خايف عليك، غير بالفضول خصو يعرف مالك. والمريض ديال لا ديبرسيون محتاج لكلمه مالك، معلوم محتاج تجي تقول له مالك، باقي غير اللي يسمع له هو. تقدر يحيد داك الدواء ويحيد داك الشيء كامل، يلقى غير شي حد غير يسمع له ويقول له تو غيزون، ولا ما خص غير يدوي معاه شويه، غير يحس باللي كاين شي حد حاس به فاهمه. ولكن راه يمكن له الخطر، راه يمكن له يكون عايش لا سوليتود الوحدانيه ومعاه شي واحد، وهذا هذه سي بلو غراف. انك تكون كتحس براسك وحدك وانت اونتوغي بلي جون، هذه سي بلو غراف. شنو معنات لا سوليتود؟ هو انسان ما عندكش شي واحد اللي يمكن لك. لا ديفينيسيون دو لا سوليتود اليوم هو ما عندكش شي واحد في حياتك اللي يمكن لك تناقش معاه لي سوجي مهمين. يقدر بحال دابا الراجل ومراته يدخلوا من الخدمه، السلام عليكم السلام عليكم، كل واحد هاز التليفون كيتعشاو كيساليو كينعسوا كيهضروا على الدراري، ولكن لا الراجل لا المراه حتى واحد ما كيناقش مع الاخر لي سوجي امبورطون ديالو. دونك كاين حتى المشكل اللي كيعانوا منه بزاف ديال لي ستار اللي كنشوفوا مثلا ديال هوليوود ولا هذا، انهم كيتلقاهم دي ستار اللي عندهم امون فو ديال 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 لي فان وديال المعجبين، وعندهم الناس تيخدموهم وعندهم الناس دايرين بهم، ولكن توتي فو، كيحس براسهم بوحدهم. ملي كيسالو كيتسدوا الكاميرات وكيطفاو الضوا وكيطفى كلشي، كيلقى راسو بوحدو. علاش؟ حيت هادو كوم ايزون فيكو دون دي في ديفيسيل، كيحسبهم كيقولوا مع راسهم ايوا انا نربح الفلوس وانا بغيت نكون مشهور، وعرفتي منين نربح الفلوس ومنين نكون مشهور جو في نكون فرحان والناس يتهلاو فيا. اش كيديروا؟ كيديروا داك لا ريوسيت كينجحوا وتوصا، ولكن من بعد كيوصلوا تيقولوا حباس انا ما جي توجور با داك سا. اي سي بور سا الله يحفظك كاين لي سويسيد، ايمي واين هاوس، روبين ويليامز، بزاف ديال لي زاكتور لي شانتور اكسيتيرا اللي ضروا راسهم. سي بور سا كو الانسان خاصو دائما يكون عنده في المجتمع ديالو ناس افيك كي ليشانج يبارطاج، وداك المناقشه وداك المذاكره. ومن الاشياء اللي يمكننا نديرو هو نقصوا التليفون، ملي تدخلوا في الليل لديوركم حطوا التليفونات وبوزي لو تيليفون، ناقش، نهضر، نشوف لاخر في العينين ديالو، نهضروا على السياسه، نهضروا على لي زاكتواليتي، نهضروا على الكوفيد، نهضروا على الدراري، ولكن ناقشوا. ما بقيناش كناقشوا وكنهضروا في المجتمع ديالنا، كل واحد شاد عليه، كل واحد عنده التليفون ديالو، وكل واحد كيديفلوبي داك لا سوليتود واخا الناس معاه. حاجه اخرى بروفيسور غير بغيت نقول للناس où je pense que Aurélie a tenu raison, c'est qu'il ne faut pas en fait hésiter de demander de l'aide quand on a absolument besoin. Absolument, absolument. ماشي عيب تقول انا كنحس براسي ضعيف، ولا انا كنحس براسي ماشي مزيان، ولا كنحس براسي فاشل. ماشي عيب si tu partages شي حوايج اللي كيديرونجيوك مع الناس. Je te remercie. D'ailleurs انا في الخدمه ديالي كنشوف ناس اللي عندهم واحد الامكانيات اللي ما تصورش، ماديه وناس اللي ما عندهمش امكانيات، مي كل واحد راه في واحد الوقت في حياته اجبر راسو في واحد الوضعيه ويلا بوزوان ديد، كيحتاج المساعده. اي سي سا كي امبورطون. دونك الانسان ما يحشمش يخاف، حيت يقول لك لا انا اللي طلبت المساعده صافي دير كيحسبون بان انا ضعيف ولا انا. وهاد القضيه كنت سمعت تقول لك لا انا كنت نخاف نقول بان عندي مشكله، يقولوا لي انت ما كتحمدش الله. لي سانا غير نفوخ هنا كنا كنشوفوا ان بزاف ديال الناس با اكزومبل كيكون في الطاكسي ولا كيكون في الترا وكيعاود الانان كونو كيعاود له على حياته على اللي دارو، وابخي باسكو يسي كو ابخي ما غيعاودش يتلاقاه كيقوي عليه كيفاخ ليه. هذه هي الوحدانيه. يقدر يكون عايش في واحد المجتمع ولكن حتى واحد في ذاك المجتمع ما يعطيه دقيقه واي فهم. وملي كتسمع لواحد تونو لو جوج با، نجي عندك انا ونعاودك المشكله ديالي، بغيتك تسمعني وتفهمني، ما قلتلكش تتفق معايا، ما قلتلكش تقول لي عندي الحق، ولكن ماشي نقول لك شي حاجه وتونو جوج. تري بيان. معايا غيتا ولا ما عرفتش شنو سميتها، والله الا ما عرفتش جوهر، كيكتبوا شي سميات. انا عصبيه وكنرفض نلعب مع بناتي للاسف، وشي مرات كنحس انني كنعلمهم وكنلعب معاهم ساعه كنحس بالعكس وكنمل دغيا. ف سي كو ما كتقدرش تعطي له لو طون لبناتها وتلعب معاهم. فوالا. الوغ il faut savoir une chose avec les enfants et même avec les adultes, l'amour c'est quoi? الامور الحب هو ملي كتعطي الوقت لشي واحد. انا اللي عندي ولادي كنحبهم كيخصني نجلس معاهم ونعطي لهم الوقت، هذا هو الامور. ما يمكنليش نقول انا كنحب ولادي وما عمري ما كنجلس معاهم. كيخصني نعمل الاشياء اللي مهمه بور لي زونفون، نلعب معاهم، نمشي للسينما، نخرجوا، نمشيو ناكلوا شي ريستورون، نهضروا، اي حاجه. دونك هذا هو الامور. دونك خصها تعمل لي فور. Même que l'amour, on doit le prouver. C'est pas suffisant. Je t'aime. Mais qu'est-ce qu'il fait? Surtout avec les enfants. Mais le plus important, tu dois donner du temps. Et l'amour, c'est quand tu donnes du temps. Exactement. انا في وسواس وديما كنحس بشي واحد حدايا ولا كان شي واحد كيهضر كنقول باللي كيهضر عليا او فيا. كنرجعوا للثقه في النفس، حيت ما يمكنلكش فوق ما كاينه شي مشكله تقول انا هو السبب، ما طاحش الشتا سي ما فوت، ما باعوش سي ما فوت. سي با بوسيبل. حيت سي فغي كو كاينين بزاف ديال الناس اللي حنا براسنا كنعيشوهم في اماكن الخدمه ديالنا ولا فاتا كتكون كتهضر في ان سوجي وكيجيب له راسو راه كتهضر عليه. يفو باسكو يفو اريتي دو رامني تو ا سوا. علاش كتهضروا عليا؟ علاش ما كتهضروش عليا؟ هذا سي الخوف. الخوف عاوتاني كنرجعوا لا كونفيونس اون سوا. باش ما تمشيليش واحد لا كيسيون فيت في تاثير ادويه الاكتئاب على المدى البعيد. لي زيفي سكوندير اللي كيقدروا ياثروا على الواحد في كاتاستروف. انا نقدر نعطي ان اكزومبل شخصي. عمي دكتور المهدي المنجرة اللي معروف بزاف، مع 10 سنين خدا ديال لي زونتي ديبريسور هما اللي هلكوه وخرجوا عليه، قتلوه براتيكمون. وشفناه مع الوقت كيهبط الذكاء ديالو بالعظم ديال الافكار وكيفاش كان كيعبر يتوسا. 10 زونتي ديبريسور هلكو. لي زونتي ديبريسور كيقتلوا لو سيرفو، كيقتلوا لي سيلول، كيتكسروا. شنو لا ديوغي اللي لا ديوغي مينيموم، يعني باسكو كاينين حالات اللي كيخصهم ياخذوا الدواء. الوغ هادوك الحالات اللي قلنا ديال الانسان اللي كياخذ المخدرات، ولا الانسان اللي فيولون ما كيتحكمش في نفسه، ولا الانسان اللي كيدخل يخرج في الهضره كتهضر معاه ما كيعرفش فين عايش، كاين الاختصاصيين، كاين داك هما اللي كيعرفوا المهنه ديالهم، هما اللي كياخذوا القرار. ولكن انا كنقول لك خرج على 3 ديال لي كريتير الانسان يمكن له يعيش بلا الادويه، حيت كيخصو يواجه المشاكل ديالو. واللي ما واجهش المشاكل ديالو من بعد نوبات المشاكل هو كيخصو يطلق، المشاكل كيخصو يخرج من الخدمه ديالو ويجبر خدمه واحده اخرى، المشاكل ديالو كيخصو يتهلا في الصحه ديالو. دونك الانسان كيخصو يواجه، ما كيخصوش يغش نفسه ويقنع نفسه راه اللي خدا الدواء يحلوا المشكله ديالو، الدواء يبنجو. دونك اللي كان عنده شي حريق يقدر يساعده، ولكن الدواء ما يجبرلوش الحل المشكله ديالو. جو كونفيرم. Alors, معايا هنايا وحدة كتقول si je peux me permettre de partager avec vous ma situation actuelle, je prépare mon mariage et dans une semaine, Inch'Allah. Mon souci, c'est que je suis devenue très énervée, agressive. Je pense à des messages, j'ai ouvert à professeur, que c'est une chose normale, les qu'est-ce qu'on est les préparatifs du mariage, que tu sois stressée ou que tu sois, هادشي عادي بزاف كاع على حسب كيدوزو به. راه حنا بنادم كيكونوا شي اوقات يمكننا نكونوا معصبين يمكننا ولكن داك الشيء كيطلع وكيهبط سي با غاف اون اي با دي روبو حنا ما كنقولوش الانسان كيخصو دائما يضحك ودائما ناشط كاين بعض الاوقات اون اي لازات هما اي تيفيدون ان كنا قبيله اننا نحسو بديزيمونسيون ما زوينينش فوالا غير الفرق داك المده خصها تكون قليله باش ملي نعيش انا نهاري نجبر بان 90% ديال الوقت انا فرحان ولكن 10% نقدر نتقلق ونتعصب حاجه طبيعيه انني ما نطولش كما كنقول دائما ما نطولش في الحزن جي لو دروا انني نحس باحساس ماشي زوين ملي كن سي نورمال حنا بنادم وحنا كنقدروا نكونوا كما قلت لك كيجيونا دي ديسيبسيون من الناس كيوقعوا لنا شي حوايج ماشي زوينين في حياتنا اللي حنا ما نقدروش نتحكموا فيهم مي لا فورس ديالنا هي يعني هنا فين كتبان لك لا ديفيرونس اونتر اون بيرسون اي نوتر وفين كتبان لك لا فورس هي انني انا كومون جو في جيري لا سيتوياسيون وشحال ديال الوقت غادي ياخذ معايا هاد لو بروبليم باش ماشي ننساه باسكو ماشي ننساه مي باش نقدر نتحكم فيه ونتحكم في لي زيموسيون ديالي داكور الوغ راه عندنا في المغرب ما ننساوش بان عندنا ناس اللي نجحوا ناس اللي داروا اشياء ايجابيه حيت كنعرفوا حنا في المغرب دائما تقول لك ايوا في المغرب سي بور ساك هذه واحد 10 سنين كتبت واحد الكتاب مع صاحبي كريم عمور اللي كنا كنسمعوا دائما باش تنجح في المغرب كيخصك الزهر باش تعيش باش تنجح في المغرب كيخصك تكون ولد فلان ولا باش تنجح في المغرب كيخص شي واحد يوقف معك دونك شنو درت جلست مع صاحبي واختارينا واحد 30 ديال الناس اللي نجحوا في جميع لي دومين لي زافير لو سوسيال لي زار في جميع دون تو لي دومين وهضرنا معاهم واللي جبرنا لا ريزون برينسيبال بوركوا هاد الناس نجحوا ومنهم كنرجع لواحد لونديكاب وحده من الناس اللي افيك كي جي بارلي اللي فريمون هضرنا مع الناس المعروفين بحال الكروج بحال الزكي بحال الناس اللي عندهم الاموال داكشي واللي هضرت واحد السيده اللي عندي واحد لو ريسبي بوغال هي ليلى القرعه ما عرفتش كتعرفها ليلى القرعه وي شكون وي عايشين اتليت سون اتليت ولا ياك اكزاكتومون ما بين الرباط وسلا واحد عايشين في واحد الحي سي با بيدونفيل سي با ابارتمون مي داكشي زعما متواضع وكلهم في عائلتهم اي سون بوتي دو تاي سي دي نان ومشيت لعندها للدار وهضرت معاها من بعد رجعت اسبوع رجعت معايا ولدي ديته معايا قلت له شوف يا ولدي شوف فين عايشه وشنو دارت رجعت شامبيون دو موند في لي جوز اولمبيك ديال لي زانديكابي دونك ممكن الانسان يعمل اشياء ايجابيه ممكن الانسان كاسكو سا في دير كو ملي توقع لك شي حاجه نوض وتضارب وتقاتل مع الوقت فوالا اي دايوغ اللي بغى شي واحد سي لانتيريسي جو بو اوفرير سيفطو لي فوتر ايميل عندي في انستغرام et je vous enverrai une copie du livre par PDF avec le plus grand plaisir. C'est un livre qui est intéressant باش تعرفوا justement كاين شي حد يقول لك vous pouvez me proposer un livre à lire. Je peux voilà. نقدر نعطيكم دي نون نقدر نبدا نعطيكم le livre ديالي avec plaisir زعما gratuitement je peux vous le donner par PDF sur envoyez-moi votre email. علاش كنعطي هاد لي زيكزامبل ديال الناس اللي نجحوا حيت حنا في المجتمع كنحسدوا الاخرين كنشوفوا واحد اللي نجح ما كنشوفوش مورا الخدمه اللي كاينه بحال دابا تبارك الله عليك مريم دابا الانسان كيشوف تيقول هادي كيفاش دارت عندها 1 مليون بيرسون في انستغرام عندها من احسن المسلسلات في التلفازه انيماتريس ما كنشوفوش الخدمه اللي موراها وما كنشوفوش الناس اللي فقدوا الثقه فيك وما تاقوش فيك دونك بغيتي تنجح في الحياه ثق في نفسك ملي تاكل الدقه نوض وكمل دونك الانسان ما يمكنوش يتمسكن على راسو كل ما كتمسكن على راسك كل ما كتقتل داك الطموح اللي عندك دونك يفو بوباطخ وهاد الناس كلهم اللي هضرت معاهم عندهم لاغاج شنو لاغاج هو داك الحر هو داك الحجر داخل هو داك العافيه اللي كتقول لك شوف واخا ناكل العصا جو في كونتينيي الي د لافون اي جو في مو باتخ دونك كنعرف بان الحياه صعيبه زادنا هاد الكوفيد المشاكل الفلوس العائله الدار كلشي ولكن فو بوباطخ عندكم شي حاجه زيدوا للقدام ما تبقاوش كل نوبه كاينه شي مشكله علاش وقعت لي المشكله كيفاش يمكن لي نكون احسن وكيفاش يمكن لي نمشي للقدام اوكي. انا عندي اون كيسيون جافي نوتي سا هنايا ماشي. كنت قريت كو لي زيموسيون نيجاتيف نون اكسبريمي اون دي ايفي فيزيك ايفي بلاسيبو اي ايفي نوسيبو. فهمت الايفي بلاسيبو ما فهمتش ايفي نوسيبو. ما كرهتش انا هذا السؤال ديالي، انا اللي بغيت نفهمو ليفي بلاسيبو شنو هو. هو الانسان اللي كيتقول مع راسو هاد الدواء يقدر ينفعني وما كينفعوش. ليفي نوسيبو سي سوفون لو كونترير، سيتادير قبل ما بلا ما نديرو شي حاجه، داك الحاجه كتضرنا. دونك سكو سا في دير سي كو ردوا البال، حيت الافكار ديالكم كتخلق. ملي كتدخل للوا د لاتراكسيون هضرتي عليها اليوم خبراء، وهذا الشيء كنقولوا من الاشياء علميه. انا كنهضر على الاشياء علميه. الدماغ ديالك عنده الفكره سي د لينيرجي، بحال واحد الراديو، بحال واحد لونك فريكونس. لا فريكونس ديال لينيرجي سي اون اوند الكترومغناطيسيه مغناطيسيه. دونك هذيك الفكره راه كتعامل، هي اللي كتخلق لا رياليتي، هي اللي كتخلق حياتك، في لو كومبورتمون، وكتخلق حياتك بداك الشيء. غير باش بلاتي عافاك سمح لي بروفيسور، غير باش ناس اخرين ما يقولوش لنا لا احنا في الحياه كاينين شي حوايج اللي غندخلوا نهضروا في الدين، وغنهضروا باللي غنهضروا في اننا حنا زعما بالمكتب وفي القدر وفي داك الشيء. اوكي كاينين شي حوايج اللي حنا مسيرين فيهم ماشي بيدنا، ملي كنتخلقوا مكتوبين علينا عند الله. مي كاينين شي حوايج اللي حنا مخيرين، حنا اللي كنتخيروا فيهم. ربي ما خلق شي واحد وكتب عليه انه يكون قتال، ولا انه يكون شفار، ولا انه يكون هادو شي حوايج اللي من المبادئ ديالنا والشخصيه ديالنا هي اللي كتخلقهم. بروفيسور نعطيك ان اكزومبل تري سامبل. غدا كاسك تفيق مع 6 الصباح باش دير الرياضه، ولا غدا كتقرر باش تنعس، انتينا اللي كتحكم في داك القرار. اكزاكتومون. دونك القدره الالهيه اللي فوق منا، هذيك حاجه واحده اخرى ما نهضروش عليها، هذاك فوق منا. ولكن انا عندي الاختيار، واش بغيت نوض ونمشي للرياضه، واش بغيت نمشي للخدمه، واش نعيط لذاك السيد فوق الخدمه ديالي، واش نعيط لهذا، واش نشوف الوالده. انا مخير في هذا الشيء. فوالا في اي وقت كاين شي اشياء اللي فوق منا، دوك ما نهضروش عليها. حنا كنهضروا على الاشياء اللي يمكن نتحكموا فيها، وبزاف د الحوايج في حياتنا يمكن نتحكموا فيها. تري بيان. معايا راديا عمران كتقول كنفكر بزاف في الموت، اعوذ بالله، والموت ديال اقرب الناس، وهذا الشيء كاثر عليا، وكنبغي نفرح، كتجيني ديما الفكره ديال الموت، وكيولي بان لي كلشي بدون معنى. سي كاين بروفيسور بزاف الناس اللي عندهم هاد لافوبي ديال الموت، وكيفكروا طول الطون كيخافوا يموتوا، الوغ كو هي شي حاجه اللي كي ايفيدونت كو كنا غنموتوا واحد النهار. اونكور اون فوا الانسان عنده الاختيار، واش ايتفوكاليزا ويفكر على الموت، ولا ايتفوكاليزا ويفكر على الاشياء ايجابيه اللي يمكن له يعمل في حياته. هذا اختيار. انا بحال دابا كنفضل نهضر على الاشياء ايجابيه كنفكر، ولكن هذا راه تمرين، سي ان اكزيرسيس. الانسان كيخدم على نفسه، سا سترافاي. دونك ملي كنخدم مع الناس، ملي كندير لي كونفيرونس لي سيمينار والكتب اللي كندير، كنعلم الناس كيفاش يبدلوا الفوكس ديالهم. فين كدير الجهد ديالك، فين كدير الافكار ديالك. معايا شي حد كيقول لك واش تقدر تصيفط لنا الايميل؟ انستغرام، دخل الانستغرام، صيفط لي ايميل سور انستغرام في دي ام. اوكي كنظن باللي لو لايف شحال دابا دوزنا جوبونس ساعه و20 دقيقه. صافي بليزير سي بيان. دونك انا ما غاديش نبقى نعطيك لي كيسيون، ما غنخلي لك الكلمه. الا بغيتي تقول شي حاجه، الا بغيتي تضيف شي حاجه، الا بغيتي توجه الميساج للناس اللي كيتابعونا دابا. لو ميساج اللي بغيت نقول هو تهلاو في ريوسكم، بروني سوين دو فو و سويي جونتي افيك فو ميم. حنا بلا ما نحسو كنعطيو لراسنا واحد الضغط، وكنقولوا ما انستحق نكون مزيان، وما انستحق نكون فرحان، وما نستحق لو بونور حتى نخلص الكريديات ديال الدار، نتزوج، نولد، ندير هذا، ندير هذا. كنبقاو نعطيو شروطات الخزينات ديال هاد الاشياء كلهم اللي خاصنا نديرو عاد نستحق باش نكون اوغو. لا، انا كنقول لك لو كونترير. شنو ما كان في حياتك قل اولا كنستحق لو بونور، وكنستحق نكون فرحان وسعيد. اي سي بور سا ملي كنبدا بهاد الفكره عاد كنقدر ندير. الوغ اش كيديروا الناس؟ كيعطيو لي كونديسيون السعاده ديالهم، وكفس من هذا الشيء كيعطيو داك السعاده ديالهم اللي دير الاخرين. تيقول لهم قل لي بان انا مزيان، قل لي بان انا كنسوى، قل لي بان انا كنستحق. دونك كل ما كتعطي هذاك لوطوريزاسيون كتعطيها للاخرين، كل ما كتمشي لي سيتوياسيون اللي من بعد كيجعلوك تكون ديسو وماشي على خاطرك. كل ما كتقول لا انا انسان مزيان، انا كنستحق، انا جو ميريت، كل ما كنتحكم في حياتي، وكل ما داك لي بونسي نيجاتيف ما كيبقاوش. واليوم نبقاو نتدمروا ونبكيو ونشكيو حتى حنا نفكروا نعطيو شويه ولا نديروا واحد الانيسياتيف، نعاونوا شي حد، نسمعوا شي حد، نديروا شي حاجه اللي ننفعوا بها لي زوطخ، ما نبقاوش نتسناو غير كو دو ريسيفوار. انا عندي واحد القضيه كنديرها دائما، ملي ما كنكونش على خاطري كنصدق. شنو كان عندي؟ كنصدق النوبه، من بعد نوبات الفلوس، من بعد نوبات كنصدق الوقت. انا عيطت لشي واحد في العائله اللي كنعرفو مريض ونسول عليه، صافا غير الكلمه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال غير الكلمه الطيبه صدقه. الا غير قلتي الانسان غير واحد الكلمه زوينه راه سميتها تصدقتي عليه. الا غير ضحكتي، الا غير غادي في الزنقه وما عندكش الصرف ولا الفلوس باش تعطي لواحد المحتاج، الا غير ضحكتي معاه وقلتي له ما عنديش بواحد الطريقه زوينه وضحكتي معاه، راه حتى هي صدقه. اولا بحال دابا شي واحد في العائله عندك مريض، كتاخذ طوموبيله كتمشي كتجلس معاه واحد ربع ساعه، كتحس براسك بان عندك واحد الاهميه. علاش؟ درتي شي حاجه اللي اوتيل. Tu es utile, exactement. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Premièrement, je voulais te remercier quand je croque بزاف. Moi qui te remercie professeur. وهذا السوجي مهم ومزيان اللي نهضروا عليه باش نساعدوا الناس. Il y aura l'occasion, je vais faire des programmes sur Facebook où justement كنساعدوا الناس. والانسان اللي ما كيعرفش الحاجه كيخصو يطالع، كيخصو يسول، يفو سانتيريسي. راه كل حاجه كتخدم، راه ما جيناش خلقنا كلشي كاين، كل حاجه كتعلم. يفو انفيستيغ اي سورتو ما عمر الانسان يمبير كونفيونس، ما يفقد الثقه في راسو. راه من بعد النوبات واخا تحس براسك لتحت كيجيب لك الله بان العالم كله ضدك، سي با فري. يا مومون ديفيسيل، نوض وكافح وباتوا اي تو با فير دي شوز اكستراوردينير. ميرسي ا توا بروفيسور، وكنتمنى ان الناس اللي كيتابعونا يكونوا استافدوا، يكونوا عاوناهم ولو غير شويه وحفزناهم ولو غير شويه. يقدر كاينين بزاف ديال الناس، انا متاكده باللي غيكون غير هذا اللايف يقدر يعاونهم ويعطيهم واحد لينيرجي بوزيتيف باش يقدروا يبداو يشوفوا الحياه اوترومون. بالنسبه للناس اللي كيحسوا براسهم فريمون محتاجين للاد، كاين بروفيسور اللي بغا يمشي لعنده يتصل به، كاينين كاينين ناس اخرين. شوف انت كتختار واش بغيتي تشوف بسيكولوج ولا بغيتي تشوف ان كوتش، شوف انت التوجه ديالك فين كاين. ولكن ما تبطروا براسكم، الصحه النفسيه ديالنا مهمه بزاف، حيت الا كان عندنا واحد لانديفيدو اللي هو سوي والصحه ديالو النفسيه مزيانه، غيكون برودكتيف، غيقدر يعطي. و جو بونس بروفيسور كو خلاصه تلقاو فهادشي كامل هو اننا الا بغينا نعيشوا اون بي ونعيشوا واحد السلام داخلي، ما غاديش نقول بو فيف لونطون لان احنا ما كنقدروش نتحكموا في شحال غادي نعيشوا، مي غير داكشي اللي غنعيشوه الا بغينا نعيشوه مرتاحين هو اننا نديروا من لو كور ديالنا ان ليو بور لي زيموسيون بوزيتيف قد ما قدينا. وشكرا بزاف، الله يجازيك بخير. ميرسي ودي باي باي. يلا حتى انا جو فودي باي باي، وشكرا بزاف الناس اللي حضروا معايا، فوزيتي نومبرو. وإلا عندكم يعني انا كما قلنا، كما قال قبيله بروفيسور، كنصدق داكشي اللي قديت عليه. انا ماشي كنعتبر راسي كنصدق، ولكن انا بصح كنفرح ملي انا نقدر نقول لكم انا اليوم ما حسيت ما كنتش مزيانه، وتصادف مع النهار اللي عندي فيه لو لايف مع بروفيسور. ودابا كنحس براسي النفسيه ديالي تبدلات، لانني حسيت براسي درت شي حاجه اللي هي اوتيل، شي حاجه اللي هي مزيانه. فإلا احتاجيتوا أي حاجة أخرى ولا بغيتوا نهضروا في أي سوجي، نقدروا نعاودوا نديروا أن أوتخ لايف مع بروفيسور ونجاوب الأسئلة ديالكم كاملين. ونتمنى أننا نكونوا قدرنا نكونوا نفعناكم ولو غير بشوية. وغادي نقول لك تصبح على خير بروفيسور، وشكرا بزاف الحضور ديالك معايا، وشكرا لكم بزاف الناس اللي تفاعلوا معنا في هذا لو لايف. أون فا لونغوجيستخي باش الناس إن شاء الله اللي ما شافوش يعاودوا يشوفوا ويستافدوا معنا. Avec plaisir. Et Anna, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à s'étonner des questions DM d'Ali sur Instagram. Ou Shukran. Très bonne soirée. Salam. Merci.